طيب هلا في عندنا بانل، كنا العدد زاد ولا بس انا عدد زاد؟ ها من زمان هيك كان. يلا في عندنا هلا بانل بمودريتد باي مستر زيد ناصر، حنحكي عن الكوميونتي مانجمنت ان هاوس والكوميونتي مانجمنت بالاوت سورس. كوميونتي مانجمنت فور ان هاوس بس هي از اوت سورسينج ذا سيرفيس اوت سايد. فعندنا الجيست الضيوف، اول شركه كيتم علي يا من هلسه، بعدين عندنا ال جي محمد العبد الله، بعدين عندنا ذا اونلاين بروجكت كراس تيتيه. All right. The online project, يعني عشان أحكي لكم، هم the godfather of social media بالأردن as an agency. هم من أوائل الناس اللي فتحوا social media services. فما شاء الله يعني خيرهم سابق. ويمكن كمان زين، نحاول نلاقي حدا من زين يقعد على البانل. خالد أوكي. أو بقعد. وين زيد؟ مستر زيد ناصر؟ هاي في ما جبت له هون، احكي له هاي في مي. مستر يامن تفضل، انت نمبر 2. ما فيش ما نزامل او تعرف انا اوكي. ايش هذا؟ So far we have 3,000,031 timeline deliveries. Hello. Around 200 contributors. انا بدي احط نشف ريلي لا جبت لك ماي. انا وين كمبيوتري؟ بس ما في باك. بالضبط. انا طلعت دوت برا فوق ما لقيتش ولا ماي. اوكي. سوري جايز. عشان الجمهور يتفرج عليكم ويحفظ شكلكم. مساء الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم ببانل كجزء من عمان تك تيوزداي، عمان تي اس ام جو اديشن. نشكر طبعا خالد وزامل وكل all their friends who are supporting them. It's a great idea. إنه الكل everybody wants to learn. فإحنا اليوم طبعا البانل مع إنه فيها professionals وناس يعني بيشتغلوا بمهن السوشيال ميديا، الهدف برضه هو انه نتعلم، يعني بدنا نسال ونتعلم وراح نحاول نحكي عن الاشياء اللي بتفيد كل الناس اللي بيشتغلوا في مجالات قريبه من السوشيال ميديا، سواء كان شخص فريلانسر او شخص طامح انه يشتغل بالسوشيال ميديا. مش بالضروره لازم يكون حدا كوربريت او حدا مسؤول عن بادجت او حدا، ولكن لازم علشان نقدر نتخيل شو ممكن نحقق لازم نشوف البيست براكتسز والبيست ان كلاس. نبدا اول شيء البانل عنوانها، وعنوانها شوي فلكسبل نوعا ما، هاي بدي اسكر الايباد خلص. هاف ا كونفرسيشن. عنوانها شكرا شكرا على الرفعه، والله صوتي كثير طلع حلو. عنوانها المقارنه بين اداره الاعلام الاجتماعي السوشيال ميديا داخليا داخل المؤسسه وادارته خارجيا من خلال سوشيال ايجنسي. وطبعا هذا سؤال كبير لانه دائما كل مؤسسة بدها تعمل هاي الشغلة بتسأل هذا السؤال، وهذا يعني سؤال حتى يعني هو سبب ليش في قطاع كامل من السوشيال ميديا سيرفيسز، وسبب ليش كثير منكم هون يمكن ببيعوا سوشيال ميديا سيرفيسز on a freelance basis I guess. And some of you also run agencies، يعني مش كله فريلانس، أكيد في ناس هون بمثلوا شركات سوشيال ميديا. So بدي أبدأ أول شيء، بدي أعطي الميكروفون في البداية للأستاذ فراس. خالد تعطي المايك لفراس. فراس نعرفكم طبعا، خالد تعرفه، خالد لابس طاقيتين حياته، بيشتغل بزين سوشيال ميديا مانجر، وايضا طبعا هي از سوشيال ميديا كونسلتنت سبيشالست اللي بيحب يدرب الناس ويعلم الناس. فطبعا تعرف كلكم خالد. خالد اليوم انا قاعده عشان اساله عن السوشيال ميديا استراتيجي بزين، بدنا نحشر هيك بشويه اسئله عن زين اذا بنقدر. فراس تيتيه از وذ ذا اونلاين بروجكت شيك. واتس يور تايتل ات ذا اونلاين بروجكت؟ برودكتس مانجر. برودكتس مانجر. فراس يعني وركس فور بوسيبلي ذا بيجست اونلاين سوشيال ميديا ايجنسي ان ذا عرب وورلد بوسيبلي. عشان ما نحكيش اكيد بلاش يصير بعدين طوش مشاكل. ففراس ويل جيف اس وجهه النظر من ناحيه شركه السوشيال ميديا مانجمنت. اهم شيء في الموضوع انه ذي مانج اكونتس خارج الاردن، ذي مانج كومبانيز لايك اس تي سي في السعوديه، نوكيا كان معكم فتره في الميدل ايست. نوكيا كان معنا، اس تي سي مش معنا. اوكي كان.
المهم فدي مانج بيج اكاونتس يعني دي ولتلس هي تلس وجهه نظره من وجهه البيج اكاونتس. بعدين معنا الاستاذ محمد عبد الله. محمد از ذا ماركتنج مانجر اوف ال جي ليفانت مش هيك؟ اونلاين ماركتنج مانجر بال جي ليفانت ماسك سوق الاردن سوريا العراق ولبنان. حلو اكسنت وي فيري براود احنا طبعا انه ال جي ليفانت يعني ليفانت هي بلاد الشام الاردن سوريا لبنان فلسطين والعراق فاحنا فخورين انه يعني وير مانجينج ات فروم عمان. وطبعا هو الحلو انه التايتل تبعه اونلاين يعني هو من الناس القلال من الناس القلال بالاردن اللي التايتل تبعهم فيه كلمه ديجيتال او اونلاين وهي شغله مميزه يعني. وطبعا رح يحكي لنا وجهه نظر بيج براند بيج كونسيومر براند كيف بتعامل مع السوشيال ميديا. معنا الاستاذ يامن هلسه. يامن عرف بنفسك. يامن هلسه من كيت ام علي هاندلنج السوشيال ميديا اكاونتس بلتكيت ام علي. يامن كمان سعداء احنا يكون معنا لانه بيمثل ان جي او منظمه غير ربحيه. كلنا بنعرف تكيت ام علي هدفها مساعده الاقل حظا بالاردن ولهم حملاتهم الكبيره المعروفه وخاصه في الاعياد وفي رمضان وفي المناسبات. ويامن يعني بيمثل مؤسسه ما عندها بالضروره فندز كبيره للسوشيال ميديا فبيعمل بذل جهود كبيره وبنحكي عن هاي الشغله واحده واحده. اول شيء بدنا نبدا مع فراس. احكي لنا فراس برايك شو الاسس او المعايير اللي بناء عليها بيختار الكلاينت او بتختار المؤسسه انها تشتغل داخليا على السوشيال ميديا او تعين ايجنسي؟ شو هي الاسس بشكل عام؟ تمام. هيك بدقيقتين. تمام تفضل. طيب قبل ما اجاوب على سؤالك بس بدي احكي يعني معلومه كثير مهمه انه كل حدا يعرفها دائما بنحكيها. لما بلشنا بذا اونلاين بروجكت تقريبا من 4 سنين كان السوشيال ميديا نقدر نحكي انه اتس اوبشنال زي كيف لما بدا الانترنت كنا نحكي انه لازم يكون عندك ويب سايت وكان اوبشنال كان الناس مش متاكدين اعمل سوشيال ميديا ولا ما بدأت. نعم كان مش عارف ممكن اكون على السوشيال ميديا ممكن لا. هلا بوقتنا الحالي لازم تكون على السوشيال ميديا. كل حدا الاودينس تاعك الزباين تاعونا كلهم موجودين على السوشيال ميديا فلازم انت تكون موجود هناك. فهاي يعني فاكت لازم تاخدها انت يعني بالاعتبار لما تيجي تاخد قرارك انك تعمل السوشيال ميديا مانجمنت داخل الشركة انهاوس او تو اوتسورس ات لايجنسي او فريلانسر او كونسلتنت. هلا لما تيجي تاخد هذا القرار في عندك تو مين يعني خلينا نحكي عنصرين رئيسيين بيحكموك بهذا القرار. اول شيء البادجت قد ايه انت معك مصاري تصرف انك توظف ناس. السوشيال ميديا مش شخص واحد انه بجيب واحد بدفع له 300 ليره السوشيال ميديا از نوت فري يعني ناس بفكر انه انا بعمل سوشيال ميديا ببلاش. السوشيال ميديا لها كوست. كوست هو تعيين ناس واداره اوفر هيدز بيسكلي اوفر هيدز ومانجمنت وايديشن. فبطلت السوشيال ميديا انه بجيب واحد بارت تايم بدفع له 300 دينار وبيشتغل السوشيال ميديا او بطلت انه بجيب الماركتنج تيم بوقتهم الزياده بيشتغلوا لي السوشيال ميديا. فاول شيء لازم يكون عندك ديديكيتد بادجت لازم يكون عندك ميزانيه خاصه بهذا الموضوع. ثاني شيء واللي هو مهم يعني بشكل نفس اهميه البادجت اللي هو المعرفه والنوليدج. انت بهمك ما بهمك الاشخاص يجي يتعلموا عندك بهمك شخص يجي يكون عنده العلم والدرايه الكافيه بالسوشيال ميديا كيف حتى يطبق يعني الاسس يعني يطبقها علميا بشكل عام ما يقعد يجرب في البراند تبعك يعني بصيرش البراند تبعك يكون معرض لخطر التجربه او معرض لخطر التخبيص يعني مية لازم كل شيء يكون بناء على استراتيجيه واضحه للبراند. صحيح. فهدول اساسين البيسكس تو بيسك يعني هدول اهم عنصرين بحكموك لما تيجي تختار هذا الموضوع يعني. طيب شو رايك محمد في هذا الكلام اللي حكاه فراس؟ بتايده؟ طبعا انا صراحه بايد اللي حكاه فراس كثير لانه هلا احنا اول ما بلشنا السوشيال ميديا بال جي كنا مفكرين نعملها ان هاوس بس كانت واحدة من المشاكل اللي واجهتنا انه الاوفر هيد راح يكون كثير عالي سبيشلي انه احنا كال جي بالاردن مش ماسكين بس سوق الاردن ماسكين كمان 3 اذر ماركتس يعني along with Jordan. فاللي صار يعني we did a feasibility study وشفنا اذا نعملها ان هاوس versus outsource وكان obviously the يعني decision انه to outsource it. هلا شغالين مع شركه اسمها بروديجي. نعم اسمها بروديجي صاروا زي بارتنرز لكم لانه اذا انت بتشتغل مع سوشيال ايجنسي كل يوم عم تحكوا مع بعض بيجوا عندكم كثير بتروحوا عندهم كثير يعني 100% اكشلي يعني هي حتى اتس يعني one of the terms in our contract انه they should have like see يعني certain office hours a week في ساعات معينه مخصصه لك exactly. وفي موظف عندهم اكاونت مانجر لك بس بالضبط. هلا احنا يعني اذا الشباب بيحبوا يعرفوا الستراكشر احنا في عندنا 6 كوميونيتي مانجرز ماسكين 5 صفحات. كان سوق العراق من سوق الاسواق الكثير كبيره بالنسبه لنا يعني احنا بيجينا يعني
رقم كثير كبير من الانكوايريز ا داي. ف therefore احنا we decided to hire two community managers in Iraq, one catering for the northern area and one for the southern area اللي هي بغداد. North and غير في كردش languages different. Exactly. فعشان هيك احنا فينا two community managers بالعراق. هلا احنا كسوشيال ميديا يعني بتكون كثير متاكدين احنا مش بس كوميونتي مانجمنت, احنا في عندنا كمان other aspects of social media اللي هي احنا when we organize contests وهالاشياء. فعشان هيك with the same agency we have two developers who are only dedicated for LG and two designers برضو dedicated for LG along with the community with the account manager اللي هو orchestrates the whole يعني team. يعني خمسة, يعني تقريبا into you hired five people. We have six community managers, okay. Two designers, two developers, one account manager and one moderator who actually handles the account after hours in. Okay, so the key thing هون مع محمد إنه هم شركة كبيرة وLG is a multinational وكلكم عندكم يا تليفون LG يا تلفزيون LG. شركة زي هاي بتقدر to afford it ومش ممكن تعين freelancer أو حدا بتسلى بالسوشيال ميديا او حدا عنده يا بارت تايم جوب. حتى لو حدا متخصص لازم يكون حدا اكاونتبل. يعني لازم يكون في عقد رسمي بين شركه ال جي وبين شركه اخرى. صعب يكون مع شخص وهذا الشخص بعدين يوم مريض يوم موجود يوم مش موجود. فيعني بس في طبعا يعني بيكوز ذي ار ميجر كوربوريشن في اوف كورس مجال السمول اند ميديوم سايز كومبانيز اللي بيشتغلوا بتيم كثير اصغر من اربعه او خمسه يعني. نعم. هلا صراحه بس في بدي ارجع للنقطه اللي شجع الشباب شوي. انا كثير بحب صراحه اشجع الشباب يعني انا متاكد كل الشباب الموجودين هون they're very يعني excited about social media وبدهم to start a career with it. هلا بدي احكي شغله. مثلا احنا السنه اللي فاتت actually 3 years ago حاولنا نشتغل مع freelancers بس كان our major problem the commitment. ما كان في commitment من جهتهم. فكرنا فيها انه maybe we could save يعني a few bucks بس صراحة قلب علينا الموضوع لانه حسينا انه هدول freelancers مش عم بيقدروا to accommodate to our working hours و after hours وهيك اشياء وعندهم clients ثانيين ومش قادر يلحق. فخلص انت when you commit to شركة في عندها موظفين في contracts هيك حتى بيكون أأمن لك شركة multinational اللي تقدر انت تعتمد عليها بكرة لما بصير في مشاكل تيجي بتحكي لا فراس تقول له فراس وين شبابك؟ ما فيش دفعة هذا الشهر بالضبط. فهذا هو موضوع صراحة يعني كتير مهم. يعني هذا الحديث هلأ قبل نروح لعيام نكمل رأيه عم بيكون عن مهنة السوشيال ميديا. يعني احنا سوشيال ميديا إذا بروفيشن هي مهنة. في ناس بشكك هي مهنة غير مهنة, محدش عارف بالضبط شو الديفينيشن تبع هاي المهنة. ولكن هي زي أي مهنة جديدة صاعدة, أي حدا فريلانسر أو موهوب ممكن ينضم لفريق ايجنسي كبيره. يعني ذا اونلاين بروجكت يو ار اولويز هايرينج جود بيبل اذر ايجنسيز سوشيال ايجنسيز ار اولويز حتى البيج ادفرتايزنج ايجنسيز اللي زي وندرمان ومايند شير واخرين كلهم عمالهم بيبنوا سوشيال ميديا ديبارتمنتس جواتهم. فيعني في مستقبل جيد للموهوبين في مجال السوشيال ميديا بدون ما بالضروره يشتغل من بيته على راسه. يعني عرفت كيف؟ لانه ممكن اذا بده يحولها لبروفيشن يضطر انه يشتغل بطريقه شوي بروفيشنال اكثر. نعطي اياه من فرصه يعطينا رايه في هذا الموضوع. يا من انتم كان جي او كمؤسسه غير ربحيه انت مستلم السوشيال ميديا ضمن مهام اخرى طبعا, بالتالي انت بتقدر تحكي لنا شوي عن كيف مثلا حصلت على مساعده. احكي لنا اول شيء عن ان جنرال هاو سوشيال ميديا از ران ان يور اورجانيزيشن, بعدين احكي لنا عن كيف حصلت على مساعده من قطاع السوشيال ميديا في الاردن. تفضل. اول شيء شكرا كثير لوجودي معكم. الموضوع البسيط بان جي او, لما تكون انت مع ان جي او الان جي او لها اسم ولها سمعه ولها كوز. كل ان جي او له كوز لتتاكد انه المسج تبعتك واصل صح, المسج تبعتك عم تعكس الهدف تبعكم, عم تعكس ديديكيشن معين. بده يكون الانسان يلي ماسك سوشيال ميديا او عم بيحكي حتى بي ار لازم يكون عنده الايمان بهذا الهدف, يكون المشن مؤمن فيها وبيمثل هاي الرساله. طبعا هلا صعب نعملها احنا برا لانه بده يكون في عندك فلكسبيليتي معينه موجوده عند الشخص, لانه بالان جي او عندك كل يوم في شغله جديده, كل يوم في شغله عم بتصير ممكن فجاه تصير, ممكن فكره فجاه تصير. فهي انت يو وانت تو كوميونيكيت. هلا الان جي اوز احنا ما عم نتعامل معها از ماركتينج تول, مش سوشيال ميديا از نوت ماركتينج تول. هدفك مش هدفك يكون عندك 100 الف فولوور على تويتر, ولا هدفك يكون عندك 20. انت هدفك انك تنقل رساله عن كيتوم علي
رسالة لوسائل الإعلام حتى. هاي ميرور. في عندك ناس بتراقبك المشكلة. بلكي مثلا الحكومة أو مجلس النواب براقب كيتهم علي وين صرفت مصاريها وشو سوت فيهم. بالضبط. تقدرش يمكن تعين فريق من 5 سوشيال ميديا. بالضبط. أنا في عندي بادجت معينة وبادجت معينة ويعني صعب الواحد يتعداها لأنه عندنا هدف أسمى هدف أكبر من بس نستعرض عضلاتنا بسوشيال ميديا. بالضبط. هلأ إحنا السوشيال ميديا عندنا هي عبارة عن ميرور بتبين قديش احنا ترانسبيرنت قد شو بنعمل احنا هلا شو بنعمل كل يوم وهي بس بتعكس هاي للناس يلي عم بيامنوا فينا اللي موجودين حوالينا فهاي هي الميجر اوبجكتيف للسوشيال ميديا عندنا بكيت ام عايز انترستينج يعني اتس جود تو هاف يو اون ذا بانل وذ اس لانه وذ ان جي او الهدف الرئيسي مش كرييتينج كاستمرز الهدف الرئيسي هو كرييتينج بليفرز ناس يؤمنوا في رسالتكم والهدف الرئيسي هو الشفافيه يعني الهدف الرئيسي انه بكيت ام علي واخرين زي مركز حسين السرطان واخرين NGOs إنه الناس تعرف الأشياء الجيدة اللي عم تعملوها والكل يشعر بأنها عم تنعمل بشفافية بالغة وطبعاً كسوشيال ميديا سيرفيسز تحتاجوا برضه المساعدة سمعت أنا في حدا ساعدكم مؤخراً أكيد. في بعض الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا بيعطوكم سبورت مش هيك؟ أكيد هلأ أنا ما بدي أسمي ناس رح يعني رح أسمي ناس كتار إذا بدي أسميهم بس مش ضروري لك تسمي يعني بس يعني إحنا بنحكي هون في ناس أعداد كبيرة نبلش خالد يعني خالد دائماً بيساعدنا بدي أسمي كمان حدا تاني هديل شحادة برضو هديل شحادة عم بتساعدنا وهذا جزء من الـ 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 من شغل سوشيال ميديا بتكية أم علي إنه تخلي عندك فونديشن من البيليفرز موجودين عندك ناس عم بيأمنوا بهدفك وناس عم بيساعدوك بهدفك وعم بتبرعوا مش بس مصاري عم بتبرعوا برضو بأفرت ليساعدوا هاي المؤسسة فالسوشيال ميديا about community engagement عند أكتر من marketing tool وطبعا خالد اذا عندك اي تعليق على الموضوع انتم كزين عندكم انترنال سوشيال ميديا ديبارتمنت يعني انتم بتختلفوا تماما هلا في عندك يعني عندك فراس از سوشيال ميديا ايجنسي دي سيل ذا سيرفيس محمد بيليفز انه ميبي ذاتس ذا بيست واي تو دو بزنس كرنتلي ات ذا مومنت ثرو ا سوشيال ميديا ايجنسي انت طبعا اتخذت قرار انه زين تو دو ات انترنالي اعتقد يمكن له علاقه كثير بانه نوع السوشيال ميديا انجيجمنت بيختلف تماما شركة زي زين يمكن كاستمر كير الشكاوي الطوش زي ما بيحكوا اللي لازم واحد يحلها على السوشيال ميديا كل يوم تتطلب انه تو هاف ا فول تيم ديديكيتد ولا احكينا شوي عن هاي الشغله ليش زين داز السوشيال ميديا انترنالي وات داز ذا سوشيال ميديا ديبارتمنت كفر اوكي هلا السوشيال ميديا ديبارتمنت كفرز شغلات كثير اهم شغله فيها هي خدمه العملاء خدمه العملاء لازم تكون سريعه بحد ذاتها فواحده من الكي بي اي الناجحه تبعتها انه نرد على الزباين بطريقه سريعه جدا هاي وحده فاذا انت مش عندك اياها ان هاوس عندك اياها بالايجنسي حصير هون شويه مشكله صعب يكون حتى ايجنسي فاهم زين كاستمر سيرفيس نعم هلا يعني بدي ارجع شوي ايدو اعطي شوي لا ويت ام غانا ستوب هير هلا احنا التقدم اللي سويناه لو بدينا من صفر كان هلا احنا لسه بدنا كمان سنتين احنا بنينا على النجاح اللي كانت الايجنسي بنته قبل يعني كان في ايجنسي بالزمان كان. يعني مرات الواحد بيحتاج يبدا مع ايجنسي اكيد بعدين بفلت هي اسمها من الايجنسي مرحله نضوج يعني الايجنسي كود السيت اب والفاونديشن بعدين بتحولها ان هاوس وما بنتهي شغل الايجنسي بضل في كونسلتنسي بتحتاجهم احيانا في كونسلتنسي لسه في كامبينز لسه في ابس لسه في شغلات كثير ذات انت لسه حتى لو ان هاوس سوشيال ميديا ما بتقدر تسوي كل شيء لحالك يعني okay. really we both have a role يعني in a perfect world the customer or the client has to have internal social media specialists or they have to also be working with the social media agency هاي فراس تحمس بده يعطيك جواب على هذا الموضوع لا مع خالد اللي بحكيه لا بس اللي بدي احكيه انه يعني هي السوشيال ميديا زي ما انت حكيت شيء جديد احنا عم نتعلم لما بدانا بالسوشيال ميديا بالاونلاين بروجكت كنا نحاول احنا ناخذ كل الاوبريشن تاع السوشيال ميديا انه نخلي الكلاينت قاعد واحنا نعمل كل الشغل With time مع الوقت اكتشفنا احكي بايد وحرك الايد الثانيه اكتشفنا مع الوقت انه الكلاينت له دور كثير مهم الزبون له كثير دور مهم بانه يعمل هو زي ما حكى خالد الكاستمر كير خدمه الزبائن هو فاهم منتجه هو بيعرف المنتج تبعه لازم يفهم حتى نحل هاي التشالنج قدرنا نعمل اكثر من شيء بالاونلاين بروجكت هلا احنا لما نعمل ديل مع اي كلاينت جديد التيم اللي بيشتغل على هاي الديديكيتد تيم على هذا الاكونت بروح بقعد مع الكلاينت بفتره يعني مختلف حسب الكلاينت يعني اذا كلاينت الكترونكس يعني. بصير التيم عندك خبير الكترونكس 100% اذا كلاينت تيليكوم بصير خبير تيليكوم بصير التيم عندك خبير في
القطاع اللي عم بمسكه. وفي يعني يعني بكلاينتس معينين في عندنا تيم قاعد عند الكلاينت، يعني مثلا بعمان في عندنا التيم اللي بيشتغل من ذا اونلاين بروجكت قاعد جوا الكلاينت، يعني بيشتغل عنده مكاتب عند الكلاينت وبيشتغل معهم وبيحضروا الميتينجز. بعدين بلاش يلطشهم يا ظافر لهالموظفين، يفتح ديبارتمنت يلطش موظفين ذا اونلاين بروجكت في موجود بالعقد. ممتاز ممتاز. فيعني هذا الموضوع اللي بحكيه خالد كثير مهم، بس احنا يعني دور الايجنسي او خلينا نحكي الكونسلتنت كثير مهم، لانه الزبون لما يشتغل بالديلي اوبريشن انه يصير يجاوب الناس ويكتب الكونتنت كل هاي الاشياء راح يروح عليه جزء ثاني اللي هو السوشيال ميديا عم تتطور كل يوم بيومه، مين بده يطلع لك بالافكار، مين بده يطلع لك زي ما حكى الابلكيشنز الكونتست، مين صح. بده يحكي لك عن اجدد يعني فيسبوك مثلا كل يعني فتره وفتره بغير القوانين بغير البوليسيز كل هاي الاشياء، مين بده يعني بدك حدا تو جايد يو بهذا الموضوع. فهلا انا زي انا كيف بشوفها انه الايجنسي بطل دورها بالديلي اوبريشن لدرجه انه يجاوب على كل حاجه، يعني في عندنا زباين هم يعني هم بيجاوبوا جزء من الكاستمر كير واحنا بناخذ البارت اللي هو الاهم بالسوشيال ميديا. عم بتأيد خالد انت يعني انه في دور كبير للايجنسي كونسلتنج دور غير طبعا دور مانجينج ات، فيعني في يعني هون لازم نقسم الاشياء. هلا عشان قبل نعطي محمد الميكروفون، يعني في عندك لونشينج يور سوشيال ميديا شانلز في البدايه، بعدين عندك مانجينج دي السوشيال ميديا شانلز ادارتها، بعدين في عندك خلينا نحكي الانبوت اليومي اللي بتحتاجه من الكلاينت ومن الايجنسي. ف يعني العمليه فيها زي تشين، هي زي فاليو تشين فيها لعيبه كثير. و في عندك البروموشنز طبعا والبروموشنز لسه ما وصلناش البروموشنز والادفرتايزنج. شو رايك في الموضوع محمد؟ يعني انا صراحه كنت بدي سؤال. احنا عاده انا بفضل الاسئله بعد لسبب عشان ما نقطعش الحديث، بس بليز تذكري السؤال، تذكريه وراح يجيك المايك. طب احنا فاصلين، احنا طبعا هلا شكرا لك، ملاحظه جيده شكرا. احنا هلا بنحكي عمالنا الكوميرشال سايد، هون الان جي او سايد او هذا. طبعا في عندنا جانب كامل مش حاكين فيه اللي هو التواصل الاجتماعي البيرسونال براندنج، يعني انه واحد بيسوق حاله عماله على تويتر، وفي ناس عمالهم بيسوقوا ذير اون ايمج حتى مش بس الايمج تبع مؤسسه ربحيه او مؤسسه غير ربحيه. فطبعا اوف كورس خلينا نكمل ورح نفتح مجال، رح يكون في اتليست هي بتطلع على الساعه، رح يكون معنا 10 دقائق ربع ساعه كونفرسيشن. شكرا. هلا صراحة أنا بس بدي أكد على شغلة حكاها فراس، موضوع لما الواحد بيكون بيشتغل بإيجنسي بيكون في عنده الدايفرسيتي بتاعت الانفورميشن بتكون كتير أكبر من لما بيكون بيشتغل في نفس البراند. يعني هلا لما بيكون يعني أجين هاي بتكون هاي بيرسونال إكسبيرينسز يعني مش أكتر. هلا لما الواحد بيشتغل في براند معينة واحدة مرات بسحبه هاي البراند بطريقة اللي بصير يبطل يشوف إيش موجود برا. يعني بصير بس يفكر مثلاً بالجي أحسن شيء، ليش هدول مش حابيننا، بطلع لهم شي حبوناش. مش بس هيك أشياء كمان حتى on a technology level، يعني مثلاً بصير يفكر بس في عنده حدود للتفكير تبعه بس. بينما لما الواحد يكون بإيجنسي special community managers with developers with designers، لما بيكون بيشتغل في ايجنسي مرات هو صح بيكون ديديكيتد للاكاونت، بس الا يعني ما تمرق عليه اكاونتس ثانيه بيكون بيسمع من الناس اللي بيشتغلوا على البراندز الثانيه شغلات، فبصير حتى يعني تفكيره اوسع من لما يكون بيشتغل في محل واحد، يعني بصير يشوف شغلات كثير اوسع من لما يكون بيشتغل بس لبراند واحده طول الوقت 100%. يعني الشغل مع 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 ايجنسي او مع مستشار زي فيدباك شانل لك فيدباك، لانه اذا هذا المستشار اشتغل مع شركه طيران واشتغل مع شركه بعرفش مع مثلا شركه اتصالات كذا، بتعلم من هون من هون من هون. نعم. ممكن اشياء منها تتطبق في مجال الالكترونكس مثلا. هو زيد يعني بس اذا تسمح لي انه بالايجنسي سرعه التعلم كثير اكبر من البراند، لانه زي ما حكى محمد انه بالايجنسي بتشتغل انت مع مالتيبل اكاونتس، بتشتغل مع اكثر من براند بنفس الوقت، فبتتعلم من اكثر من واحد بنفس الوقت. بالبراند انت يعني بتضلك شغال على اكاونت واحد. اهداف البراند اللي هي اهداف تتغير وتتطور. نعم. بس بتختلف عن تطور الاهداف بشكل عام. هلا انا ما يعني ما عم يعني كمان انا بشتغل ببراند، عرفت كيف؟ ما عم بدين بالموضوع لانه الجي شركه انوفاتيف وفيها ابداع بالضبط. خط المنتجات كبير بالضبط، يعني من تلفزيونات لثلاجات اكيد في فرق بين تويتينج اباوت فريدج وتويتينج اباوت موبايل 100%. في فرق يعني في يعني سترونج اكيد اكيد. يعني حتى الشغل مع البراند له فوائد ثانيه، يعني خصوصا في براند زي ال جي احنا يعني مش موجودين بس بالليفانت، احنا وي ار جلوبال براند، فحتى بتلاقي في عندنا جروب بس للسوشيال ميديا مانجرز او الاونلاين مانجرز، حتى اتس ا سيكريت جروب، يعني اللي وي شير اكسبيرينسز وذر باد اور جود يعني ثرو وان شانل، اللي حتى نتعلم من بعض مرات بنزور بعض
بعض. يعني كمان الشغل مع البراند له كتير بنفيتس تانية غير الشغل، بس يعني إذا الواحد عم بفكر ياخد كارير كسوشيال ميديا. أيوة. هذا على فكرة كان رح يكون السؤال اللي وراء اللي ونحكي عن الكوميونيتي مانجرز والكارير السوشيال ميديا، بس بالضبط نحكي شوي عن هلا. أنا يعني the way I see it from my experience، خصوصا قبل LG كنت بشتغل مع شركة شحن بالدنمارك، وكنا we were managing their social media presence from Jordan and Dubai. يعني صراحة كنت أحس حالي لو أني أنا بشتغل في الأجنسي حيكون الحدود تبعتي كتير أكبر من أني أنا شغال بنفس البراند. فعشان هيك أنا عم بشوف أنه ككوميونيتي مانجر كتير أحسن له يشتغل بأجنسي من أنه يشتغل في براند. أو again هاي personal experiences، يعني مش أكثر، ممكن لحل تاني بتختلف. We're hiring يا من جماعة. من hiring طيب منيح، يلا نعمل recruitment هدهم. يا من أنت يعني تطلع على المواضيع اللي عم بيحكوها الشباب، انتم مرات بتعانوا مثلا مشكله في السوشيال ميديا شانلز، مرات ممكن يصير عندك مش نسميها ازمه، بيصير عندك شغله طارئه لازم تعطي راي مؤسسه كيت معلي فيها، تستعين تحتاج وقتها بتحس حالك تستعين بخبراء، بتحتاج خبراء في مجال في المجالات الاتصال المختلفه ولا لا؟ واحكي لنا شويه عن يعني شو خطتك يعني لتوسيع السوشيال ميديا ديبارتمنت او سوشيال ميديا فانكشن بيتكيت معلي. هلا كرايسس ما بدي اسمي انا كرايسس، بس في عندك تو كرايسس مثلا. هلا اذا كان في عندي انا تكنيكال بروبلم، اوكي اذا انا ما بعرفها اي وود جو اسك لوتس اوف بيبل يلي موجودين، بدي اسميهم اور سبورترز اور اونلاين سبورترز يلي هم مستعدين يجي ويساعدونا، وجربناها قبل وساعدونا بكثير تفاصيل. هلا اذا كان انت عم تحكي عن كرايسس معينه، مشكله صارت اونلاين، هون بتخيل موضوع إنهاوس كتير مهم، لأنه في عندك ترمينولوجي معينة بدها تستخدم. ترمينولوجي هاي لازم تكون تعرفها، ولما تكون أنت representing a cause وrepresenting مؤسسة معينة لها affiliation بدك تكون كتير منتبه، كتير بتحاول تحكي بالصح. في لغة معينة تستخدم قبل المؤسسات، وهي مؤسسة رئيستها سمو الأميرة هيا. يس صح، يعني سمو الملك الأميرة هيا. فبده يكون في ترمينولوجي معينة مستعملة، في أسلوب معين بالتخاطب مع الناس، وبالنهاية بدك تأكد إنه you should never harm the cause. ممكن إحنا نتقبل انتقاد مثلاً للمؤسسة، بس صعب تتقبل انتقاد للكوز. ففي عندك بتلاقي طريقة تجاوب هذا الانتقاد للكوز، بدك تجاوب هذا الانتقاد بطريقة منهجية يعني. بالضبط. ففي مرات انت بتحتاج واحد يكون very involved بالكوز، بيعرف الاوبريشنز كيف بتصير، بتعرف شو عم بيصير من A to Z بالمؤسسة كاملة، حتى يعطي الجواب الكافي بالسرعة التايم فريم منيح، بدون ما تحكي تليفون مع واحد من اصحابك من دون متخصصين في السوشيال تقول له شو رايك بدي اعمل هيك، من دون ما ترفع تليفون مش هيك، لا مع الاوبريشن نفسه تيجي تحكي له والله صار في عنا واحد اثنين ثلاثه، بدك اذا انت كنت برا بده يجي يحكي الماسك الاكونت بالايجنسي، بده يحكي مع البروجرام مانجر، ليتس سي البروجرام مانجر بده يروح يتاكد من القصه، بده يروح يرجع على الاكونت مانجر بالايجنسي، وبعدين بدهم يشوفوا شو الريسبونس الصح ويحطوه أونلاين. هاي الفترة ممكن تعمل فرستريشن للناس يلي سألوا، فإحنا تأخير بالخدمة يعني ممكن تكون هلأ، بس can you afford it كمؤسسة أنت تتحمل هاي، خصوصا أنت عم تشتغل بإشي حساس، أنت عم تشتغل بشغلة أنت بتعتمد بالنهاية من أولها لآخرها على ثقة الناس فيك. إذا راحت هاي الثقة أو زعزعت ممكن هون يصير عندك المشكلة الكبيرة. فهل أنت ممكن تجرب؟ هون هو السؤال. التجربة والخطأ محدودة جدا في كوز على مستوى الوطن يعني. خالد نعطيك الميكروفون نحكي عن شغلة، إحنا يعني تقريبا غطينا جانبين، عم نحكي إن أربع جوانب غطينا جانبين منهم. الجانب الثالث اللي هو موضوع الكوميونيتي مانجمنت، هاي الشغلة that you feel very strongly about، اللي هي إنه هلا راح يصير في زي كوميونيتي مانجرز، انه السوشيال ميديا عم تتطور كمهنه عم بتصير كوميونيتي مانجمنت. احكي لنا شوي عن رايك بهي الشغله، شو دور الان هاوس كوميونيتي مانجر، شو دور الايجنسي كوميونيتي مانجر، في تعارض بينهم، كيف بيكملوا بعض؟ يعني جست تيل اس ا ليتل بيت اباوت ذا سوشيال ميديا بروفيشن، كيف ات ايفولفد انتو كوميونيتي مانجمنت. اوكي، ونحكي اذا بدك تحط فيه اشياء ثانيه مش بس كله فيسبوك وتويتر، يعني في اشياء ثانيه في الكوميونيتي مانجمنت يعني. عجبني كلمه ايفولفد، لانه هي السوشيال ميديا عباره عن ماتشوريتي، فمرحلة نضوج. فبنحكي من الأول مثلاً كأي كوربوريشن I would say إنه بنلعب الـ 80-20 رول، إنه مثلاً تيجي الأجنسي بتلعب دور 80% بالجوة البراند،
وبتساعدهم، والبراند بيلعب دور ال 20%. ودين بتكس ماتشوريتي ستيت انه بتقلب هذه، فبصير البراند يمسك ال 80% واوت سورس ال 20% اللي هي الكونسلتنسي والبروموشن والشغلات زي هذه للايجنسي. في كوميونيتي مانجرز مثلا بالاردن، في يعني لو اجى براند بده ياخذ السوشيال ميديا ان هاوس، في يعني yes. في ناس يعني بتقدر تسمي حالها انه خبير السوشيال ميديا للمنتج الفلاني داخل الشركه، في صح؟ هلا everybody can claim he's a ninja و كلهم في السوشيال ميديا نينجا yes. وغوروز. قبل ما هو احنا كلياتنا وي كليم انه احنا نجحنا قبل ما ناخذ الدرس، ف نعم. بس في توجه وفي شباب كثير وذير يعني ان ذا رايت دايركشن الحمد لله. وفي بس انا اعتقد انه لا كلياتنا لازم نتعلم اكثر، والحمد لله انه الماده هي موجوده، المحتوى هي موجود. بس اذا في حكينا الصبح احنا ما كنتوش موجودين، اي ايجنسي لوكينج فور كوميونيتي مانجرز، شباب هنا ذي ار انترستد تو عينات ممتازه لهي. نعم. يعني مثلا البنوك الاردنيه قلما يكون في واحد فيها مثلا اسمه ديجيتال ميديا مانجر، ما بالك سوشيال ميديا مانجر. انا بعرف انه عندك لهلا المفهوم هو انه ديجيتال فوق وبعدين تحتيه سوشيال ميديا، بعدين في طبعا ديجيتال ادفرتايزنج، بس بدناش ندخل فيه لانه هذا بده بانل لحاله. فيعني مثلا ليش البنوك الاردنيه فيش عندهم مثلا سوشيال ميديا مانجر ان هاوس مثلا؟ في زي في يعني بنك الاهلي في فيها مثلا مصانع مؤسسات الكبيرة في يعني بلش هو مثلا ما فيش فاليو، يعني مش شايفين فاليو، يعني هم don't they see the value yet انه يجيبوا واحد يدفعوا له راتب ما بعرفش 500 600 700 1000، بعرفش قديش راتب السوشيال ميديا مانجر، ولكن don't they see the value in hiring this person giving him a salary to manage their relationship مع الكاستمرز through the digital channel. الموضوع مش موضوع they don't see the value بس I think it's a management decision. بالضبط it's a culture، لأنه إذا المانجمنت believes بالسوشيال ميديا they will create a department for it. If they don't it's not gonna happen. So يعني maybe it takes time, it's a generational shift. قبل ما يجوا الناس اللي استعملوا السوشيال ميديا والناس اللي أصغر بالعمر، أو خلينا نقول الناس اللي بيؤمنوا بالسوشيال ميديا قبل ما يمسكوا، لما يمسكوا المناصب بصيروا هم يعينوا basically يعني. هو صراحة بس بدي أضيف شغلة على موضوع المانجمنت بالشركات. صراحة هلا هاي الشباب يعني هون بكرة بس إن شاء الله يشتغلوا وراح يشوفوها، هاي مشكلة كتير كبيرة. إذا في يوم من الأيام اشتغل في ماركتينج ديبارتمنت كان مثلا الدايركتور فيها شوي من خلينا نحكي برو تراديشنال ماركتينج اللي هو بيحبوا الإعلان بالجريدة بالضبط جريدة أوتدور كلنا هيك احنا كلنا بس مزبوط في ناس تتطور، بس في ناس خلص بتفكر إنه هاي هي الماركتينج والماركتينج ما تطورت أكثر من هيك، راح يلاقوا يعني مشاكل كتير كبيرة زي ما حكى خالد في إنه هو يقنع المانجمنت تبعته، يعني مرات هو بيوظفه لأنه يمكن إجا أمر من برا إنه أنت لازم يكون في عندك سوشيال ميديا مانجر، بس لما يجي هذا السوشيال ميديا مانجر بالضبط بورط لأنه مش قادر يتصرف إشي لأنه هو داك جاي من عقلية مختلفة، وهاي راح تكون شانج كتير كبير. فهي صراحة بتكون كتير تعتمد على نفس السوشيال ميديا مانجر أو الأونلاين أوفيسر أو whatever اللي يقدر يوصل، اللي يقدر يقنع هذا الشخص مع انه هو اللي وظفه، بس بده يقنعه ليش هو وظفه. هاي الشغله مشكله، كل واحد يكون امباسادر للكوز تبعه يعني. نعم. انت بدك تكون مؤمن بالسوشيال ميديا وبدك تحارب جوا مؤسستك عشان المؤسسه تؤمن في السوشيال ميديا، يعني بتكون انت بطل السوشيال ميديا يعني في مؤسستك، مع انه هم انت عم تعمل لهم خدمه يعني you're serving them by helping them out on their social media channels. يعني بس هاي الميزه انه الناس اللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا اليوم عم يشتغلوا بمجال جديد زي يعني هم المتخصصين فيه، والكل بيعتبرهم نجوم انه يعني والله هذا تبع السوشيال ميديا، انه يعني ايش زي لما كانوا قبل 20 سنه هذا تبع كمبيوتر تبع كمبيوتر، هلا مين مش تبع كمبيوتر؟ مزبوط. فيعني بالضبط هيك تحس السوشيال ميديا هلا حاليا 100%. حلو. اذا في حدا عنده تعليق على الموضوع عشان انا على النقطه اللي وراها على هاي النقطه اعطوه الميكروفون لخير، سوري حارمينك من الميكروفون عشان حكيت كثير الصبح نعطيك استراحه. انا بس بدي اشوف اذا الاونلاين بروجكت بدهم كوميونيتي مانجرز ولا وات كان اوبننج. هلا في حدا بدك يشتغل كوميونيتي مانجر او في حدا بدور على بدنا كوميونيتي مانجرز؟ حكيتها خلص، حط الجوب بوستنج على تويتر وحط عليه تاج اس ام جو علشان كل المتابعين عبر اللايف ستريمينج. اذا في حدا في تويت طلعت هلا انه هايرنج ترو والله كويس، شوف اي تويتر له علاقه بالشغل والفلوس بيطلع طول تلاقي شيء اي مشاكل. طيب يعني احنا الكونفرسيشن تقريبا دان يعني، ولكن في زي كان في عندنا فكره انه نحكي عن مواضيع ثانيه نتعمق اكثر فيها، بس هذا موضوع يعني كثير شغلنا موضوع مهنه السوشيال ميديا او البروفيشن تبع السوشيال ميديا. بدي اعطي كل واحد زي تشانس يعمل زي فاينل كومنت. شو رايكم يعني راح يصير في السوشيال ميديا فانكشن في مؤسساتكم
في سنة 2000 في اللي ضل من سنة 2013 ونهاية 2014 يعني خلينا نقول من هون للسنة شو راح يتغير، وبعدين يعطي شوية تيبس هيك شوية تيبس لهالشباب والصبايا إنه مثلاً ننصحكم تركزوا على الشغلات التالية بالسوشيال ميديا، أو في شفنا لاحظنا أشياء معينة بالسوشيال ميديا تستحق الذكر، يعني أشياء هيك زي تيبس ويعني جنرال، وممكن بعدين تحكوا شوي عن يور برودكت، كل واحد فيكم يحكي عن يعني محمد إحنا ما معت... سوري محمد ما عطناكش فرصة تحكي مثلاً عن إنه في عندك 140 ألف فولور على فيسبوك كذا، بس يعني ابدأ أول شيء احكي عن مهنة السوشيال ميديا كيف شايف راح تصير من هلا سنة، وكيف تتوقع ممكن تعطي تيبس للشباب والصبايا في هذا الموضوع. هلا أنا صراحة راح أحكي يعني كسوشيال ميديا من وجهة نظر LG. هلا حاليا احنا عندنا السوشيال ميديا زي ما تفضل زيد بالاردن يمكن عندنا 140 الف، بس كتوتال نتوركس بالعراق بسوريا بلبنان في عندنا اكثر من 700 الف فان على فيسبوك تويتر. هدول 700 الف كيف بدك تمنج ذم؟ طبعا 100% اذا كلهم زعلوا في نفس اليوم 100%. واحنا صراحه هاي احنا صراحه هاي مشكله كثير بتواجهنا، لانه كسوشيال ميديا ديبارتمنت احنا بنحاول نوصل كل اللي هي الشكاوى اللي بتيجي على البرودكتس اللي عنده مثلا ثلاجه تلفزيون خربان، بنحاول نوصلها للسيرفيس ديبارتمنت وبنعمل وقت. حتى مرات يعني انا مثلا يمكن ذكرت لكم الستراكشر اللي موجود في الايجنسي، بس كجوا LG في كمان تنين مسؤولين عن موضوع الويب سايت ابديتس اللي هم بيساعدوا في السوشيال ميديا. يعني هلا الايجنسي لما بتبعت انه في زبون اكس عنده مشاكل تبعتها لهدول الاشخاص، وهدول الاشخاص التنين بوصلوها للسيرفيس ديبارتمنت. حكيت موضوع مهم الكاستمر كير، انه يعني السوشيال ميديا قناه مش بس للتسويق والدعايه، قناه للكاستمر كير وللشكاوي بيسكلي. نعم. وهي يعني بتخلي عده ديبارتمنتس تتعاون، بده يتعاون قسم الكاستمر كير مع قسم الماركتينج. نعم. ممكن يضطر يكون في اقسام ثانيه، ممكن يكون مثلا الشكوى بتصيب الاداره العامه بصفي المانجمنت لازم يتدخلوا 100%. هلا التوجه المستقبلي لLG انه راح يكون في عندنا موظفين اكثر بالشركه اللي تابعين للاونلاين ماركتينج ديبارتمنت، يعني اللي بيقدروا ينسقوا بين السوشيال ميديا ايجنسي والسيرفيس ديبارتمنت، لانه ككونسيومرز براند يعني احنا كل يوم في اتليست يعني ما بعرف اتليست في عندنا 10 شكاوي على شغلات مختلفه. 10 كثير عم بتكون يعني 10 شكاوي بس. لا يعني انا عم بقول على اقل تقدير يعني حتى انا بقى شوي هيك ميزت كم من وجهي حدا بعت لنا كان بشكل عام مش عن LG الشركات بشكل عام عندها شكاوي. فهلا بس انا بحكي يعني على اقل تقدير، بس بكره وعم بيجي كثير مشاكل يعني، فاحنا لازم يكون في عندنا تواصل بين الماركتينج ديبارتمنت اللي هي اكشلي ماسك السوشيال ميديا وبين السيرفيس ديبارتمنت، ويصير في تنسيق. طبعا لانه هلا صراحه الصيانة مثلا مواعيد الصيانه والالتزام فيها 100% 100%. فعشان هيك احنا هلا عم نحاول انه ان شاء الله توجه السنه الجاي انه نكبر الديبارتمنت انترنالي، ويضل الستراكشر ايجنسي موجود يعني، بس الديبارتمنت انترنالي راح يكون في لها ديفرنت ستراكشر عشان نقدر تو كيتر يعني فور مش بس المشاكل اللي بتيجي، بس كمان احنا في بتيجي كثير برودكت انكوايريز. يعني احنا في عندنا مثلا تليفون اسمه G2 راح ننزله بشهر 10، يعني كميه الانكوايريز بتيجي عليه بالنهار كثير عاليه لدرجه انه احنا بنعرف عن البرودكت، بس في مرات في شغلات نقدرش نحكيها بالضبط، في شغلات ما بنقدر نحكيها، في شغلات اصلا تتفاجئ انه في ناس بيحبوا يعملوا كثير ريسيرش. هلا كيف وضع مثلا شركه زي ابل هلا بدهم يعملوا دغون لونش نيو ايفون نيكست ويك والباز كله على الويب و 100% وانا يعني احنا كبرضه ككونسيومرز براند برضه بيجينا بنفس كم يعني حتى بمنطقه صغيره زي ليفانت از اوبوز تو اذر يعني ماركت بيجينا كميات اسئله كثير كبيره على برودكتس لسه اصلا مش موجوده بالسوق، ما عندكم امكانيه تجاوبوها لسه. بالضبط، حتى ما بكون واصلنا برودكت انفورميشن. يعني عشان نجمل اللي عم تحكيه، انت عم بتقول انه يعني مهنه الاونلاين او السوشيال ميديا رح تكبر اكيد 100%. انتوا يعني انتوا كمؤسسه كبرى بدكم تكبروا التيم تبع الديجيتال برضو، اذا حدا بيحب يعني يقدم في انه يعني كل المؤسسات الكبيره they're going to expand their digital teams and والسوشيال ميديا تيمز رح تكبر مش حتصغر، وبالتالي التخصص والواحد يدخل بهالشغله ويتخصص فيها وينعرف فيها ويتميز فيها ممكن تكون كارير موف منيحه له يعني لسيرته الذاتيه يعني. وطبعا انت بتحكي عمالك انه يعني هذا لا يعني بالضروره انه الاستغناء عن الايجنسي لانه رح يضل في حاجه للمختصين. اكيد. شو رايك فراس بمستقبل المباشر للسوشيال ميديا اكسبانشن في العالم العربي؟ واحكي شوي عن شغله نسيت احكي فيها اللي هي كيف العلاقه بين الكلاينت والايجنسي في مثلا الكالندر السنوي. عم نحكي مثلا سنه لقدام، هلا نيجي يحطوا لما الكلاينتس الكبار يحطوا سنه لقدام، عمالهم بيفهموا اكثر انه مثلا ممكن نعمل اكثر، وي كان دو مور ان ذا نيكست يير. تمام. What more do they want to do? أكيد. هلا بس بدي أحكي شغلة كم من إشي عن الأجنسي. أول إشي الأجنسيز بهذا المجال أو بالديجيتال يعني بالسوشيال ميديا تحديدا عليهم يعني دور كتير كبير،
هم يعني خلينا نحكي أكثر ناس عم بصرفوا وقت على السوشيال ميديا، هم عليهم الدور to set the standards يعني للسوشيال ميديا الايجنسيز، فعليهم دور كثير كبير مش سهل. فالايجنسيز دائما لازم يكون عندهم الانوفيشن، لازم يكون عندهم الاكسبيرمنت بتكنولوجيز بايدياز بكل هاي الاشياء. ثاني شيء بس بدنا نوضح للكل انه الايجنسي مو موجوده او الكونسلتنت يعني بشكل عام مو موجود لتو ريبليس حدا معين جوا البراند. يعني انا لازم يكون جوا البراند في سوشيال ميديا اوفيسر او سوشيال ميديا ريسبونسبل بيرسون. يعني احنا تعاملنا مع شركات ما عندهم ديجيتال يعني ديديكيتد ديجيتال، كثير صعب يعني الايجنسي مو موجوده لانها تحل محل شخص جوا الشركه. بدك صبيه او شاب جوا الشركه هو بيليفز شخص تحكي معه، عندك تحكي تحكي مع الشخص اللي بيؤمنش. فهدول الاشياء كثير مهمين. فعشان هيك يعني واحده من البوينتس اللي انحكت اكثر من عند يامن وعند خالد اللي هي السرعه بالجواب وطبيعه الجواب والديليجيشن وكيف الكوميونيكيشن فلو، هذه كل هالاشياء. يعني انا بعتقد انه الايجنسيز او التكنولوجيز دورها انها تحل هذا الموضوع. يعني احنا بدنا اونلاين بروجكت قدرنا نبني تول، يعني لسه عم نبني فيها وعم نشتغل عليها صار لنا تقريبا سنه، اللي هي بتحل جزء كتير كبير من هذا الموضوع. انه بتقدر انت، احنا تيم بيشتغل 24 ساعه كول سنتر، بتقدر انت مباشره انك يعني تفورد هذا السؤال او هاي المشكله للشخص المعني على طول من غير ما القناه بتفتح قناه الاتصال بالطريقه الصح. يو نيد تول يعني يو ديفلوبد ان هاوس. فقدرنا انه في كثير تشالنجز، يعني هاي واحده من الاشياء، بس في كثير تشالنجز. هذا اللي انا عم بحكيه انه الايجنسيز لها دور كثير كبير انها تسد ذا ستاندردز، انه احنا مفروض انه نورجي الناس كيف عم بصير الشغل. ما عم بحكي كتي او بي، احنا كلنا كايجنسيز كونسلتنتس طبعا كبيره. انت عم تحكي انه الايجنسيز دورها تخلق الاسس والستاندردز اللي من خلالها. لانه علم جديد الكلاينتس بدهم، يكبروا الديبارتمنت، الكلاينتس بدهم يكبروا اكتيفيتيز السوشيال ميديا، بيقدروش يكبروها لحالهم، بحاجه لخبره الايجنسي ولخبره التكنولوجي. حتى في ناس هون التكنولوجيست كل واحد فيهم عنده فكره، بده يخترع برنامج يعمل إشي على تويتر او يعمل إشي على فيسبوك او اب، وهي الابس والبرامج كمان كلها رح تكون مفيده. انا هذا صراحه الموضوع صار محمود عشان بدي اخلص. هذا الموضوع اللي كنت اعلق فيه، لانه السوشيال ميديا مش بس كوميونتي مانجمنت، يعني كمان في ديزاينرز ديفلوبرز بس بيشتغلوا او they get hired بس for the purpose of doing design او development للسوشيال ميديا. يعني انا بتذكر كان في ببروجي ديفلوبر السنه اللي فاتت، صراحه عملنا بروجكت ما بعرف اذا في ناس شافته، كان بسيتي مول. هو ديفلوبر يعني بس حب الديفلوبمنت بالسوشيال ميديا، فربط لنا هاشتاج كنا عاملينها على تويتر بروبوت. هذا الروبوت كنا حاطينه بسيتي مول وكنا معلقين تلفزيون تقريبا ارتفاعه 16 متر عن سطح الارض. كان كل ما يجينا تويتس هذا الروبوت يصير ينزل التلفزيون على الارض، وكان اخر واحد بيوصل التلفزيون على الارض. عملنا يعني الهاشتاج عن طريق هاشتاج، الهاشتاج كان ينزل يوطي التلفزيون 100%. كل واحد يخبط هاشتاج 100%. هذا كراود سورسنج، الكل ساعد الكل بس واحد في الاخر ربح بالاخر اكيد. يعني مش كل حدا بيربح يعني، بس اكيد كل حدا بيكون ربحان في السكسس تبع وات ايفر. يو نو هو ريلي وينز؟ ذا براند ريلي وان هير، لانه LG يعني got engagement and interaction. صراحة يعني أخذنا يمكن بحدود 17,000 تويت بنهارين بنيومين يعني. في عندك أضيف شغلة صغيرة. وبعدين نعطي يعني خالد فرصة يحكي عن نعطي إياه من فرصة يحكي عن موضوع مستقبل السوشيال ميديا، بعدين خالد يختم. هلا للكل السوشيال ميديا عم نحكي، إحنا السوشيال ميديا يعني من هون أتوقع لعشر سنين راح تضلها تتطور، ممكن اسمها يتغير يبطل سوشيال ميديا بس اسمها ميديا. أنا خايف كل الميديا تنشطب ممكن يضل السوشيال ميديا بس صار اسمها ميديا سكوب هاي بطلت. أنا احنا ميديا سكوب اوريدي صرنا ديجيتال، فالبوت لسه باول الطريق. فبنصح الكل انه يعني يلتحق يا اما بشركه متخصصه، يلتحق ببراند تشتغل هذا الموضوع. واخر شيء اللي هي القرايه، زي ما حكى خالد انه النولج موجوده اونلاين، كثير مهم انكم تقروا، ما يعني ما تستنوا انه تلاقوا ناس تتعلموا منه، اقروا، موجوده. احنا لسه هون كشركات وكايجنت لسه عم نتعلم. في نيوزليترز، في كثير سايتات فيها نيوزليترز، كثير مهم انكم تقروا. طبعا اكسلنت. يا من عندك اي تعليق على مستقبل السوشيال ميديا وكيف ممكن ياثر على عملكم انتم؟ هلا السوشيال ميديا هو بالمستقبل المباشر في السنه سنتين الجايه بالضبط. هلا السوشيال ميديا مش رح نستعملها از كوميرشال تول، احنا صعب نستعملها از كوميرشال تول. احنا هي بس هاي رح تكون موجوده، احنا تو تيل بيبل احنا وين هلا، وات وي ار دوينج هلا، وشو بتقدر عشان تساعد بالنهايه. ذس از ايكوز، وهذا الهدف من السوشيال ميديا بذكيه ام علي. الهدف ويوتيوب كمان، عندكم يوتيوب شانل؟ عندنا يوتيوب شانل بنعملوا نفس الغايات. يس. فبالنهايه الموضوع تبعنا كله هون، بدنا الناس تو بيليف ان ذا كوز، بدنا الناس تحب هذا الكوز. متى ما هم حبوا هذا الكوز
هم نفسهم they will work عشان يساعدونا احنا بالسوشيال ميديا. يعني نعملها ماركتنج هاي الشغله. ممكن نعمل ماركتنج للكوز طبعا أكثر. ماركتنج للكوز. انا بهمني يعملوا ماركتنج للكوز اكثر مما يعملوا ماركتنج لذكيه ام علي. الماركتنج للكوز هو اللي احنا برفعنا ل ل نحسن وضع مجتمع، وهذا كل ان جي او بتطمح له بالنهايه انه نحسن احنا وضع مجتمع. فانا بحب اكثر ناس يحكوا عن البراند تبعتي، مش انا احكي عن البراند. انا بحب الناس يجي يحكوا والله شوفوا تكيت ام علي شو بتعمل، الناس يستعملوا الهاشتاج، الناس يعملوا الباز، شو تدخلوا الباز بالضبط. هذا عم بدل انه هدول الناس عندهم ايمان وعندهم ثقه بهاي الانتيتي، هذا البراند او هاي الان جي او خصوصا. فهذا اللي احنا بدنا اياه وهذا اللي بنطمح له. بعدين نهنيكم انه انتم من البراندز القليله في مجال الان جي اوز اللي بريزنت فعلا بكل قنوات السوشيال ميديا بغض النظر عن الامكانيات في هذا المجال، ولكن موجودين. واذا اي حدا بده يعرف اكثر عن تكيتهم علي موجودين بشكل قوي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب، ممكن تحضر فيديوهات تعرف كثير اكثر عن البراند. وطبعا يعني انت رايك انه المستقبل القريب في مجال السوشيال ميديا انه اي تطورات راح تصير في السوشيال ميديا ممكن تتبنوها، راح تتبنوها ان شاء الله. خالد تعليق هيك اختم بكلمه هيك علشان بعدين نفتح مجال الاسئله، معنا اظن 10 دقائق اسئله. كلمه ونص. كلمه ونص. لا ابدا شغلتين. اول شغله انه الهاشتاج اللي شغال هلا هاي فرصه لنا كلياتنا انه فولو ايتش اذر. ايوه نمبر 1. كلمه ثانيه، احنا ما حكينا كل واحد شو الات تبعه. انا ات زيد ناصر، انت ات يا من هلسه، انت ام ال عبد الله، ام عبد الله، ام ال عبد الله، ام ام ال ام 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 مش ام لا ام ام من محمد فراس. انت شو ابو ستيتي؟ ات ستيتي كان ابو ستيت في الزمانات، بتذكر شو اسمه. اوكي ذا فيوتشر اوف سوشيال ميديا، شو اسمه الكل بيعرف. خالد عنده 3 4 اكونتس، مشكله هاي. السوشيال ميديا، ذا فيوتشر اوف سوشيال ميديا از ال ايفولفينج اوف ذا ليسننج تولز. اول شيء احنا كنا نرصد على اساس شو اذا حدا بيحكي عنا، بعدين نرصد عشان نشوف الكومبيتيشن شو بتسوي. هلا ان ذا فيوتشر، كمان فيوتشر حنرصد تو بريدكت ايش الهابيتس تبعون الكاستمر. ففي شغله اسمها السوشيال سي ار ام، فصير احنا نسمع شو الناس عم بيحكوا، فبنعرف بصير انه هذا اللي بيجي عندنا على الويب سايت او على الفيسبوك احنا بريدكت بالضبط ايش بده، وبنسوي له مالتيبل دايناميك لاندنج بيج بس جاهز له. I think this is where we're going in 2014. اللي هو البريدكشن، البريدكتيف اناليتكس. اللي هو السوشيال سي ار ام. السوشيال سي ار ام انه السوشيال ميديا انفورميشن كان في دائما مشكله، كيف تعمل انتجريشن بين اللي عم بيصير بعالم السوشيال وبين الكاستمر ريليشن مانجمنت سيستم عندك، انه كيف تستغل هاي المعلومات. هلا هذا الحكي عم بيصير انتجريتد. حلو، في عرب بيشتغلوا بهاي الشغله ولا كله شغل امريكا واوروبا هذا السوفت وير والتولز هاي؟ في 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 احتمالات وطموح، في طموح صح. ده اونلاين بروجكت شغالين فيها راسه في يعني. يعني في مواهب، يعني في مواهب ريجنال، محاولات كسوشيال سي ار ام كلها شركات اجنبيه وهي ستيل فيري نيو يعني. لا بس في بدايه، هلا في بدايات عند اونلاين بروجكت واخرون. في فيو يعني انا بعرف جوردانيان كومبانيز التقينا فيهم بيشتغلوا اشياء سيميلر، يعني سوشيال سي ار امز او يعني تولز لها دخل بالسوشيال ميديا. اتس كامينج. طيب احنا نفتح مجال للاسئله او يعني التعليقات. بدي لما حدا يسأل يقدم نفسه بعدين يحكي سؤاله لمين موجه. ها في هنا سؤال، شفتوا هذا المرفوع ايده ورا الكاميرا مش شايف انا. ايوه اعطوه بالله مايك لهذا الشاب. مهم انك تقول سؤالي موجه، يا تقول سؤالي موجه لكامل البانل، يا تقول سؤالي موجه للاخ يامن او الاخ محمد او الاخ فراس او الاخ خالد عشان نقدر نعبي اسئله كثير. يعني كل واحد يسأل شخص. اوكي انا سؤالي لكل اللجنه شو بتحكم بل اسف يعني انه اي حدا ممكن يجاوب عنه. اسمي احمد الحواري بالاول. في دائما مقوله صارت او انتشرت انه السوشيال ميديا شغله اللي ملوش شغله. لا كثير عند بالاردن بقول لك خلص كل واحد بزبطش بشغله يلا كوميونيتي مانجر، او كل واحد بيمشيش بشغله بصير بيشتغل بالسوشيال ميديا. هذا كلام مع الاسف. لا كلام موجود للاسف. فانتوا شو ردكم عليه؟ يعني شو لازم يكون في صفات في الشخص اللي بده يشتغل السوشيال ميديا؟ حلو. مين بيحب فيكم ينط جاوب السؤال؟ يلا ها خالد بعدين نعطي فراس اذا بده. اكيد سوري فراس. شغلتي اللي مالوش شغله هاي نكشتك القصه. ليش لازم يكون عندك الباشن؟ از لونج عندك باشن عندك مومنتوم انك تضلك تتابع الشغله هذه. انا اي تشوز انه تو اغير مجال دراستي وشغلي للسوشيال ميديا واي دروبت ايفرثينج ايلس فبيكوز اي بيليف ان الباشن هذه. هلا في ناس ثانيين صغار مثلا عم بيحاولوا بالشغله يعني يبدوا فيها ما في يعني ما مش شايف anything wrong، بس هو لازم انهم يدرسوا ويتابعوا عليها اكثر. يعني مش انه بس copy paste من others، لا لازم انه يحاولوا انه copy paste innovate ولا build on it.
صعب صعب تكون شغلة الملوش شغلة وإحنا قاعدين عندنا بانل فيها زلمة بقبض راتبه لأنه سوشيال ميديا مانجر بشركة كبرى، زلمة يعني بياخد عنده وظيفة لأنه هو سوشيال ميديا ايجنسي بروفيشنال، زلمة يعني جزء مهم من وظيفته أو جزء مهم من يعني الكونتراكت تبعه أنه يغطي السوشيال ميديا. الأستاذ يامن مثلا ممكن يعني بعد كمان فترة يحب السوشيال ميديا يبطل يعمل الأشياء الثانية بالشركة بس يصير تبع السوشيال ميديا. فهن الناس بيحكوا هذا الحكي بس الواقع غير هيك، الواقع هيو وانت إذا كنت جزء من هذا الواقع عرفت كيف. بس شغلة بس بسيطة أزيد لك إياها، أي وظيفة ممكن تكون وظيفة المقلوش وظيفة، يعني الدكتور المهندس الطبيب الكهربجي يعني هي أنت كشخصك أنت بتحدد قد إيه مهمة هاي الوظيفة. صح. يعني ما في أكتر مش كلها بيحكي يعني فيها تولز وفيها تكنولوجي وفيها يعني فيها يعني quantity. انت اللي بتحدد اذا الوظيفه اللي عم تشتغلها بغض النظر شو كانت، يعني حتى مهندس الصوت هون ممكن يكون قاعد ما يزبط الصوت، ممكن يكون قاعد عم بيزعل يوقف احسن مهندس صوت ايوه يكون احسن مهندس صوت زي اللي عندنا فوق قاعد عم بيعلي وبوطي عشان تو ميك شور انه الصوت ممتاز للكل. فانت اللي بتحدد هذا الموضوع، الناس تحكي هيك طبيعي لانه إشي جديد. انا لما اشتغلت بالسوشيال ميديا ورحت حكيت لأبوي إنه أنا بشتغل هيك بقول لي شو فيسبوك شو هذا فيسبوك يعني شغلة مش متقبلة يعني بال هذا مش فيسبوك هذا ما حكيت لأبوك فيسبوك. أول سنتين وأنا بدي أونلاين بروجكت ما كنت أحكي يعني كنت يعني ما أحب حدا يسألني شو بتشتغل لأنه الموضوع كان النقاش يستمر يعني نص ساعة لأربعين دقيقة بس وأنا بشرح له شو بعمل وبالآخر بيضحك وبروح يعني إحنا فلأنه إشي جديد فإشي طبيعي يعني. بدنا ندخل على سؤال تاني، بدرش أخذ تعليق إضافي على الموضوع. حنين عنده سؤال والأستاذ عنده سؤال، خلينا نبدأ بحنين. معنا وقت، معنا كمان ثلاث أربع أسئلة بناخذ. محمد كنت حابب تحكي عن موضوع المهنة بس يعني مشكلة معلش بقيت. معلش بتقدر تخش بالسؤال التالي ترمي لك شوي على الموضوع. تفضل يا ست حنين. يعطيكم العافية. أنا سؤالي في البداية لفراس وإذا أي حدا حابب إنه يعطي عنده الكريديبيليتي لما بتشتغل على كامبين لأي براند قديش أنت بتعطيها وبتطلع على البراند قديش بتستاهل مقارنة مثلا بالدخل المادي اللي راح يدخل على شركتك أو الإيجنسي تبعك مقابل هذا لتشتغل هاي الكامبين. شكرا. كمان مره بس يعني اقناع هلا انا عم تحكي كبراند ولا كايجنسي؟ انت دورك كايجنسي قديش بتعطي فاليو للبراند؟ ممكن ما تكونش هديك ظافر البراند لكن عندهم فلوس. طيب شو رايك نزلي المايك لظافر؟ ظافر مدير فراس على فكره في الاونلاين بروجكت. شكلك نكشتي ظافر بهذا السؤال. شكرا لسؤالك. انا شايف اليوم هنا في عدد كبير ما اظن من الشباب يعني المهتمين بالسوشيال ميديا، فحاب احكي لكم قصه شركتنا لما بلشنا. ظافر بدك تحكي عن قصه شركتنا لما بلشنا؟ زي ما جاوب حنين. كنا ثلاث شباب وفكرنا انه رح نقدر نعمل شركه سوشيال ميديا ويكون عندنا 100 زبون، وعملنا اكسل شيت عندنا 100 زبون بدفع كل واحد منهم $1,000 باخر السنه كلنا احنا الثلاثه رح نصفي مليونيريه. ممتاز. هاي الفكره. اليوم على ارض الواقع احنا 70 موظف تقريبا ما شاء الله وعندنا 17 زبون. اذا بتحسبي بيطلع للموظف الواحد تقريبا 6 للشركه الواحده اللي بنخدمها بيطلع 5 أو 6 موظفين. السوشيال ميديا كثير ليبر انتنس، كثير فيها موارد بشريه. جوابا على سؤالك ايوه كيف احنا بنسعر للزباين تبعونا؟ نحسب عدد الساعات اللي بيستهلكها المشروع وبنعطي الزبون تبعنا مثلا نحسب انه بده نص وقت فراس 10 ساعات من وقتي 5 ساعات من وقت رولا، نعرف معاش كل واحد فينا بنقسمهم على عدد الايام بنضيف عليهم. مش هعلق عليك، هذا جواب كثير مفيد. انا اسف اني نكتت، كمل حبيبي. جواب ممتاز. لا هاي هي الطريقه الوحيده للشركه السوشيال ميديا انها فعلا تكون ناجحه ماديا كمان وتجيب مردود مادي، انه يسعروا تسعير صح فبنحسب الساعات اللي بيحتاجها كل مشروع. فمشكلتنا دائما بتصير مع البراندز انه طبعا البادجت كثير قليله. بقول لك هذا غالي، ليش هالقد طالبين مصاري؟ بقول لك البادجت بتكون كثير قليله، فاحنا بننحشر فبنصفي معطينهم ساعات مثلا محدوده. فسؤالك 100% بمحله. الشطاره بالموضوع انه الواحد يطلع فكره ما بتاخذ وقت اكثر من البادجت اللي حاططها الكلاينت، وهيك بطلع ان شاء الله وين وين، بطلع الكلاينت مبسوط بطلع الوقت اللي حطوه بالفكره زائد كلفتها منطق مع بعض. بالضبط. وبعد وي ظافر حكى شغله يمكن ما هو بدوش يحكيها اللي هو انه الناس اللي بيبيعوا فريلانس برضه يسعروا بالساعه لو سمحتوا، عشان ما بيصير واحد يعمل سوشيال ميديا كامبين يعمل سوشيال ميديا سيرفيس ب $100 ولا $200 مش بالكيلو
مش بالكيلو، مش بالكيلو بالساعة. يعني عشان الشركات الكبيرة والشركات الناشئة كلها تنجح لازم يكون في أسس لتسعير السوشيال ميديا، عشان بعدين الزبائن بيصيروا يستغلونا. بقول لك يا زلمة واحد إجا قال لي 50 دينار، يا عمي لا ما بصير يكون 50 دينار السوشيال ميديا سيرفيس. وآخر تعليق بس صغير، عشان كان يعني حوار الجلسة اليوم إذا إن هاوس ولا أوت سورس، مش كل شركة راح تقدر تلاقي خالد الأحمد إنه يكون السوشيال ميديا مانجر تبعهم. كتير شغلة صعبة، عدد الناس، إحنا بالأردن، أنا عايش بدبي صار لي سنة، بطمنكم إنه إحنا بالأردن أكبر بلد متقدم بالمنطقة من ناحية الديجيتال والسوشيال ميديا إن سبيسيفيك 100%. شباب أحكي لكم شغلة، لازم نشجع البلد. اللبنانيين كانوا متحكمين بصناعة الإعلام بالوطن العربي، الماركتينج مانجرز دائما بكونوا لبنانيين. نعم. اليوم احنا الاردنيين بقدر احكي لكم متحكمين بالديجيتال والديجيتال ماركتينج بالوطن العربي. نعم. الحمد لله بدبي وين ما بتشوف ديجيتال مانجر على الاغلب بكون شاب اردني، بياخذوه على وظيفه ديجيتال على طول انه اردني تبع ديجيتال 100%. صح. فاحنا اليوم كثير متقدمين تبع تكنولوجي وديفلوبمنت يعني، بس ما تقدمنا اللي موجود يعني مش وسط ورسو بيهايند، لسه عدد الناس اللي فعلا خبراء بمجال السوشيال ميديا قلال. هذا بيعمل فرصه لكم انكم انتم تنضموا لهذا المجال وتبلشوا تشتغلوا فيه، عشان فيه مجال كثير انه الواحد يكبر فيه. شكرا ظافر، شكرا جزيلا على الكلمات التشجيعيه واقع هي. تفضلي اختي، سوري احنا نسينا، انت اول وحده كان لازم تسالي. تفضلي يلا نعطيك المايك يلا. الأخت رفعت إيدها، كان بالأول عندها ملاحظة على الفرق بين الـ NGOs والكوميرشل. والله هذا كلام تشجيعي يا أستاذ ظافر، طبعاً إحنا فخورين فيكم، أنتوا يعني طلعتوا من الأردن وهلأ عندكم شركة من أكبر شركات السوشيال ميديا في العالم العربي وأكبر زبائن بالخليج، فبرافو، يعطيكم العافية. تفضل يا ستي. إيه هلأ الشركات معظمها والبنوك وهيك معتمدين على HR أكثر من التواصل الاجتماعي، يعني حتى لما بدك تقدم عندهم بأشياء بدك إياها بقول لك HR، يعني هم البديل للسوشيال. الاتش ار بديل للسوشيال ميديا من اي للتعيينات قصدك؟ للتعيينات وللعلاقات وللنشر ولل هيك اشياء، انا بشوف هيك من ناحيه وجهه نظري. انت بتؤمني انه الاتش ار لازم يكون عندهم مهارات سوشيال ميديا؟ يعني اتوقع كل ديبارتمنت لازم يكون عنده مهارات سوشيال ميديا، حتى تبعين الاتش ار لما عينوا حدا الايام هاي اول شيء بيعملوه ذي جوجل هم، يعني هلا الواحد فينا اذا مخبص على الفيسبوك مشكله، كيف بده يتعين يعني؟ بدخلوا على الفيسبوك تبعه بشوفوا تبع حفلات وتبع سهرات، بدناش نعينه هذا الشاب. واذا واحد عنده اراء سياسيه يعني هيك فاكحه شوي معه على تويتر بقول لك هذا مشكلتي كيف. فيعني الاتش ار اكيد بيعملوا سوشيال ميديا اوديت لكل بني ادم، بس هذا مش الفانكشن اللي عم نحكي عنه، عم نحكي هذا جزء من الفانكشنز تبعت السوشيال. لا انا بحكي ليش البنوك مثلا وهيك شغلات ما بيلجأوا للسوشيال ميديا، السؤال قبل شوي كنت طرحينه. شكرا لك. الشيء الثاني لحظه انه خذي راحتك. لا نسيتني خالد، معنا دقيقتين، معنا 5 دقائق. لا انه في المدراء، بعض المدراء عندهم جهل بالسوشيال ميديا نفسهم، يعني انك بتروح مثلا بتقول له بدي اقدم هاي الوظيفه ما بيكون عارف ايش انت بدك تشتغل والى اخره، وهيك شغلات ممكن يجيبك مجرد صفحه فيسبوك يعتبرها سوشيال ميديا وهيك. جميل، كلمه جميله. مشان هيك احنا بدنا المؤسسات يفهموا اكثر، عشان لما انتم تروحوا كمتخصصين تحكوا معهم يعطوكم استشاره، ثمن استشاره او يعينوكم في وظيفه او يعني او على الاقل بس يسمعوكم. هي بس صار في ايمان، يعني اتس ماتش مور كثير اكثر من قبل. يعني اليوم الصحف والاعلام بغطوا السوشيال ميديا بشكل كبير. انا كاحد المتخصصين في التكنولوجيا والاعلام كثير ناس سالوني هاي الاسئله، صار ما كانش حد يسال هاي الاسئله قبل. ظافر كان في معاه مقابله بجريده ذا ناشونال وقت رمضان انه ليش برمضان السوشيال ميديا نشيطه اكثر، يعني كثير في السوشيال ميديا لها علاقه بكل شيء صار، اتس بارت اوف ايفريثينج. كان عنده ملاحظه او سؤال؟ يلا اوكي حمسناكم. يلا نعم ناخذ ثلاثه بس، الثلاثه هم استاذ رفع ايده اول، اثنين ثلاثة أربعة بنعمل ستوب. أوكي سوري مش شافك. خمسة بصير خمسة، بس أسئلة مختصرة. أنا مشكلتي بعلق على أسئلتكم، راح أسكت ما أعلق على أسئلتكم. تفضل إذا بقدر. أوكي يعني. اسمي خالد جمال، سؤالي موجه للأستاذ خالد. حبيب محبوب الجماهير خالد. بدي أسأل being a community manager is it a full time job or a part time job? No it's not a full time job, it's a two full time jobs. أنا بشتغل من 9 ل 5 بزين. اسمعوا يا الإدارة بزين، خلي حكي يوصل. وبشتغل من 5 ل 12 بلس ويكند، فس دبل از مودريتور. اتس مور ذان فول تايم لأنه ما فيش 9 تو 5 اراوند ذا كلوك، فما بقدر تحكي أنا كان كفر يو مثلا بس للساعة 5 وبس. صارت كرايسيس بعد الخمسة،
So it's a double full time. Excellent. And you have to be always ready. Yes. Always on. You عندك الالرتس يعني مش 24 ساعه على الكمبيوتر بس انت مسوي جود سيت اب وعندك نوتيفيكيشنز على الموبايل تبعك وخلاص والله يعين الله يعين مرتك واولادك. طيب مين السؤال اللي بعده؟ السلام عليكم، انا اسماء الكيالي. لو سمحت انا ما عندي سؤال بس عندي كان ملاحظه، بما انه الدسكشن كان عن اكثر من جهه، الان جي اوز وعندنا الشركات وعندنا الفريلانس، ضمن حدود ساعه يعني عندنا بنقدر عليه بالضبط. انا عندي كومنت انه انا اشتغلت مع ان جي اوز ومع شركه وحاليا عم بشتغل مع مدرسه كسوشيال ميديا مانجر، فانا يعني غطيت بالضبط يعني عاشرت الموضوع كله. فهلا بس هو التعليق انه عم بفرق معي بفكره انه هلا السكتر او الفئه اللي انا مستهدفها بالسوشيال ميديا او الصفحه اللي انا شغال عليها فرقت معي. ثاني شغله فرقت معي انه انا مش بس سوشيال ميديا، انا هلا عم بلشنا نصمم التمبلتس لصور للصفحات. فانا مثلا في صفحات اللي بشتغل عليها بعمل لها تمبلت خاص للصفحه بحيث يصير اي صوره او اي بوست بنزل عليه بنزله على الصفحه بنزل مع التمبلت الخاص تبعها. فلو تشيرت الصوره انا ما بس مش بس بشير الصوره وبشير حتى لوجو الشركه معها. فهذا whatever product page يعني هلا انا بالضبط عم نشتغل على اكثر من شغله. شغله ثالثه اللي كنت بدي احكي عنها من التعليقات اللي اجت انه انتم شو بتشتغلي. انا درس رياضيات من شهر واحد لما تخرجت، يعني انا من زمان شغاله باكثر من سوشيال ميديا منجر لاكثر من صفحه. بشهر واحد دربت مع طلال ابو غزالي، لما فتت على الشركه بقول لهم انه انتم شغالين صح وشغالين وايميلات واس ام اس بس السوشيال ميديا عندكم جدا ضعيفه. ما كان عندهم تويتر اكاونت وكانوا فاتحين الصفحه بس ما عليها ريتش ولا عليها انجيجمنت ولا عليها شيء. تعاملوا معي، اضطريت اقعد مع المدير وحكيت معه وحكيت له الصفحه شو بتعمل وشو بنعمل وشو بنسوي وبتزيد ريتش ولا ما بتزيد. من لما زادت الاتصالات على الكورسز تبعتهم حس انه والله اسمع في شيء جديد عم بجيبنا، في شيء عم بجيب الشباب لعنا، انه بطلوا يوصلوا بس للشباب اللي كانت عندهم ايميلاتهم دوري على شغل. نعم. والله انا حاليا ماسك الاربع صفحات ويا دوب الحمد لله ملحقين عليهم. طيب شكرا لك. يعني هو اتس ا كومنت بيجاوب على سؤال انه الوظيفه من لا وظيفه له، وفي وظيفه وفي شغل وفي حاجه وفي اداره ممكن تسمع. يعطيك العافيه. يعني هذا هو بالضبط اللي احنا بدنا نسمعه، اللي هو انه ناس مؤمنين بالسوشيال ميديا بتحركوا فيها. في الاخ عنده ملاحظه او سؤال، وفي بعدين هناك شخص مش عارف اذا ضل وقت ويل كم باك تو يو. سوري كنت بعطيك المايك لما حكيت ان جي اوز، قلت بلكي بتحب تنط تعطي رايك. في عندك اي تعليق بتحب تعلقه على اللي حكته؟ انه حدش كان يعني اشتغلت مع كثير مؤسسات، ناس كانوا يؤمنوا فيها ناس ما كانواش يؤمنوا فيها. ال ان جي اوز احنا بتكيت ام علي، يعني لما نيجي نحكي في شيء بدنا نعمله اون تويتر الموضوع بيكون very important، director general عنا بيكون involved. هلأ لما تنزل عنا post معينة أو لما يكون عنا فكرة معينة بدنا نوصلها، إحنا بنكون عاملين brainstorming بالموضوع، بيكون فيه involved director general، deputy director general، director of communication fundraising، أنا بكون موجود عشان نطلع فكرة معينة، بس تكون هاي الفكرة صح وعم تخدم الهدف صح. فلما يكون في عندك الإيمان من المانجمنت بيكون الموضوع أسهل، بيكون الموضوع فيه الأبريشيشن اللي الناس بيدوروا عليه بهذا الشغل ولا لا. موضوع كوميونيتي مانجر وإز إت فول تايم جوب ولا مش فول تايم جوب، لما تكون كوميونيتي مانجر أنت يو ريبريزنتينج لبراند بكتير محلات بكتير شغلات، فمش بس هذا، هي بتأثر عليك على شو أنت بتكتب، شو انت بتحكي حتى من your own personal account. لازم تدير بالك. اخر فتره بتبطل تعمل تويتس اصلا ولا بتعمل ولا شيء، بتضلك ساكت. بس انت هون مهم، يعني كوميونيتي المانجر ما بيكون بس عندك انت اونلاين، هو الاوفلاين كمان. اوفلاين انت لما يكون في عندك مناسبه معينه مع ناس انت بتعرفهم انفلوينشال، لازم تروح، لازم تشوفهم، لازم تكون انجيج معهم offline، وهذا اللي بيساعدك بالاونلاين. بالنهايه الاوفلاين انجيجمنت باهميه الاونلاين انجيجمنت. اشكر يا من حكى شغله كثير مهمه يمكن سينا نحكيها، اللي هي انه بطل في كثير شيء اسمه اونلاين واوفلاين. ها في يعني في ريليشن شيب مع الناس، الاونلاين والاوفلاين مع بعض زي التويت ابس. مين مع المايك تبع السؤال؟ يلا اسال سؤالك. انا خالد، اخذنا اكثر من وقتنا شويه. انا نزيه، واحد اثنين وبس. اوكي، نزيه قوجا اوغلان، اي ماركتنج مانجر بناشونال الكتريك. حلو. هاي موظف ديجيتال يا جماعه.
أنا اللي بدي أطلبه منكم صراحة كونه صار كتير حكي على الانترنال والأوتسورسينج سوشيال ميديا مانجمنت، بدي أطلب منكم أنتوا الخمسة بس تصويت بالأيدي بعد إذنكم، إنه مين بأيد الانترنال ومين بأيد الأوتسورسينج ومين بأيد التنين؟ التنين بصير مين أيد التنين؟ أنا ليه طلبت خمسة عشان يصير ترجيح لرأي من الرأيين؟ بس طب هلأ ممكن إنه يكون إشي أكتر من إشي مثلاً الانترنال أو الأوتسورسينج. أوكي يعني ميبي لازم تسأل السؤال شوي بطريقة إنه بالنسبة إلك يعني مثلاً بالنسبة لمحمد exactly. يعني بالنسبة إله لشركته مين أفضل exactly. بالنسبة ليامن مين أفضل؟ بلاش in general لأنه صعب تعمم. ماشي يلا let's do this exercise. بالنسبة لخالد internal external حسب نضوج الشركة تبعتك. خالد بيحبش حدا يحشره بزاوية في سؤال. لا يمكن يمكن معكم الهيد كاونت معكم البادجت يمكن you're not ready but will be easier to outsource at the beginning اولها اوكي فحسب نضوج الشركه قديش نضج بس طب from your perspective اي بترجح انا I think eventually كل شركه لازم تكون have in house internal the maximum يعني about 80% of their social media activities should be in house هاي مرحله نضوج بس وين البراند بوصل للمرحله هذه ما بعرف حلو يعني انه هو مع في البدايه السوشيال ايجنسي وبعدين لاحقا بدرجه اقل فراس هلا بس الايجنسيز لا قاعد البوس لا انا صراحه بحكي يعني طول عمري يعني ما عمرها بتشتغل هاي لحالها او هاي لحالها يعني احنا لحالنا ايجنسي بدون الكلاينت ما بنخش بالحيط والكلاينت لحاله بدون كونسلتنت او ايجنسي برضه ما راح يعرف يعمل الشيء اللي لازم يعمله اونلاين حتى لو كان عنده تيم حتى لو كان عنده مين مكان حتى لو عنده كان خالد الاحمد يعني خالد بيشتغل يعني زي ما حكى 80% من شغله 80% من شغله ان هاوس بس ات سم يعني ات سم ارياز بيحتاج كونسلتنتس بيحتاج يعني ايديشن من برا بده مساعده لابد لا ما في حدا لا يعني الشغله هي مش تشبيح يعني انه فرد عضلات هي الشغله سن ايكو سيستم يعني الله يسامحك نساعد بعض بلشنا نحكي بالايدين بعدين هلا بلشوا فلا بد يعني هو كومبينيشن اوف بوث بس قد ايه الانفولفمنت تاع هاد وقد ايه هاد زي ما حكى خالد ديبندز على الستيج انت يعني عم ترفع الايدين 100% استسلام لا مش استسلام هذا هو يعني انا اي بليف ان بس اوكي كانه ايد اعلى من ايد عنده ايد اعلى من ايد اوكي اوكي مره هذا ومره هذا لخمتنا بسؤالك على فكره طيب تفضل انا صراحه تفضل استاذ محمد انا صراحه برفع الايدين كمان الموضوع لانه يعني في شغله صغيره مرات الشركات اللي هي خلينا نحكي الكوربريتس اللي بيكون في عندها تقييدات بكيف الموظف لازم تو بيهيف جوا الشركه مرات شوي بتساعد انها ترجع الموضوع هذا لورا كيف يعني هلا مثلا الايجنسي يعني مثلا انا كثير بحب اروح اعمل اجتماع في الايجنسي اكثر من اعمله في الشركه ليه لانه الايجنسي بتروح بتلاقي الشباب قاعدين بالشورتات يعني في راحه اكثر بالانفايرمنت بالضبط فبتلاقي في راحه بالانفايرمنت اللي يقدر يكون حتى يمكن برودكتيف اكثر هلا بينما مثلا تيجي على شركه واحنا يعني واحده من الشركات وعادي يعني هاي راح تلاقي 3/4 شركات هيك لازم تروح على الشركه تكون لابس بدله بالتاي بتكون كثير حاس حالك يعني مرات كمان الفريدم اللي بتنعطى لك بالانفايرمنت تبعتك كثير بتساعدك انك تكون برودكتيف اكثر في الشغل لا يعني انك اذا لبست بدله بتكون سيء بس يعني في ليميتيشنز فبصوت لتنين مع بعض مش راح نوصل لنتيجه دائما شورتات احنا لكوربريت اي كوربريت بتخيل ايجنسي بتكون احسن لإلها بالنهايه بيقدروا يدفعوا عندهم وضع منيح لان جي او بتخيل اهم تكون ان هاوس لانه انت بالنهايه ما عم تسوي برودكت انت عم بتسوي كوز فهي هاي لان جي اوز ان هاوس لكوربريتس تكون اوت سورسد ثانك يو اخر سؤال وان كويشن جيتي خالد بصير الصبية تسأل كمان احنا على فكرة شو البروغرام احكي لنا what's next on the program طب what's next on the program what time should it be عنا 1 hour break البريك بخلص على التنتين مش هيك والكل جوعان والكل دو يأكل وفي ناس دوم يفلوا حدش يفلها نضلوا هون طيب اوكي السؤال الأخير في كان حدا خلصنا احنا كلاسة دي طيب هلو هنا في عنا هديل انت متخصصه في مجال ال لا بس انا خلي حدا مش متخصص يسال بس سؤال واحد اوكي يلا بسرعه بعدين هي بعدين انت تخافيش رح يجي دورك دون وري يلا بقول انه اول شيء عشان تبع الان هاوس ومش ان هاوس خلي الميكروفون جنب تمك
انه كيف انه انا بفضل دائما انه يكون في استراتيجي من الايجنسي ويشطبقوها ان هاوس كثير انه هذا الشيء بفضله. هلا بدنا في سؤال بدي اساله انه قد ايه الايجنسيز ان جوردن بيستغلوا ضد الجهل الكاستم الكلاينت تبعهم؟ انا لازم اجاوب لو سمحتوا اجاوب. صاروخ صراحه على فكره هاي البانل انا امدها شوي بدي امدها لموضوع لازم لازم اجاوب. والسؤال انه ليش they don't want to educate them يعني انه ليش ما بدهم يحكوا لهم 1 2 3 انت بتحسي انه الايجنسيز dont want to educate their clients مش اي مش عشان يضلوا ياخذوا فلوس يعني ما بعرف بس انه انا والعياذ بالله طبعا انا بس بحكي حكي افتراضي هذا حكي افتراضي بس مش مشاكل مع اصحابنا اجاوب اوكي جود كويستشن عم هل يتم استغلال الجهل هلا ام نوت شور عن انو ايجنسي انت اكسبيرينس هذا الحكي معهم بس انه واحده من الاشياء اللي احنا من اول يوم عم نحاول نعملها وعم لاقيها اكثر شيء تشالنجينج انه تو ادجكيت الكلاينت يعني ما بتتخيلي للايجنسي قد ايه بكون حياتنا اسهل لو الكلاينت اللي قدامنا بكون فاهم الصوره كامله وقد ايه اصلا منيحه لنا بصير يصرف معنا اكثر لما يدفع لما لي مؤمن فيه يعني هو يؤمن يدفع يعني بس. واحده من الاشياء اللي احنا بنصرف عليها كثير وقت اللي هي التريننجز والوركشوبس مع الكلاينتس ومع الـ يعني بشكل عام مع اي فرصه نلاقي فيها انه بنقدر نحكي للناس نعمل وركشوبس مدارس جامعات بهمنا تو ريز اويرنس بكل الفئات العمريه فانا اي توتالي ديسجري وذ يو باللي عم تحكيه بالنسبه لنا اس تي او بي لانه وبعرف يعني فيو اذر ايجنسيز نفس الشيء معنا لانه التقينا باكثر من ايفنت مع بعض عم نحاول يعني نعمل هاي اساعدك انا شوي انا معها بشغله انه بمهنه جديده الكل بيستغل انه هذا واحد بيجي بقول لك بدي اعمل سوشيال ميديا هو مش فاهم شو السوشيال ميديا اذا اجى واحد من حلال بيعمل له سوشيال ميديا بالسعر الصح بيطلع مبسوط بصير كل السوشيال ميديا ممتاز اجى واحد حمحم بخرب الدنيا وبخرب مهنة السوشيال ميديا بخرب علينا كلنا فيعني احنا لازم كلياتنا نكون سفراء للسوشيال ميديا انه نبيع بالسعر العادل ونشتغل شغل صح بدنا نعوم الاسعار يعني وبدنا نعوم الاسعار نحاول الاسعار سؤالك يا هلا انا ماي كويشن اي ثينك از دايركتد مور تو فراس وظافر بس اي ظافر على فكره طلع يشرب مي اظن يعني طلع مش مشكله فراس بنوب وي بين توكينج اباوت كوميونيتي مانجمنت من الصبح لهلا I just wanted to ask هلا if you have like say 5 to 6 to 10 accounts ومش ضروري منهم يكون كتير الفانز كتار في منهم ممكن يكونوا قلال whatever the cases do you think or your opinion is as a community manager you should handle more than one account يعني let's say 5 or 6 وكذا و let's say the sum of all the accounts الفانز تاعهم 500,000 good question but do you think you know it's fair enough to handle more than one account when it comes to like the speaking or the, يعني like engaging with people انه لازم تكون it's a different way of speech كذا 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 حلو but I just want to know you know is it fair to handle more than one account or not ممتاز هلا هلا زي ما حكى ظافر بالاول the way يعني احنا بي ذا اونلاين بروجكت او كيف اي ايجنسي لازم تسعر على الساعه فزي ما حكى ظافر انه كيف احنا بنسعر وكيف لازم كل اللي بيشتغل بالسوشيال ميديا يسعر انه بير اور بيسز هلا هاي ديفينتلي الكوميونتي مانجر ما بقدر اقول لك انه بيقدر يمسك 5 أو 6 اكاونت لانه ديبندز على الاكاونت لانه بالاخر بصفي عندك قد ايه الكاباسيتي تاعته وبهمك تطلع على الكواليتي تو مينتين كواليتي هلا يعني فور يعني ات سم كيسز بيكون عندك الاجريمنت مع الكلاينت انه يكون ديديكيتد تيم فات ذس كيس ما بتقدر خلص يعني الكلاينت بده يدفع حق هذا الريسورس كامل بس في كيسز ثانيه بقول لك الزبون بقول لك انا ما بدي يعني انا ما بحتاج انه يكون كوميونيتي مانجر كامل لإلي ديديكيتد لإلي بس بحتاج انه يكون معايا يغطي لي الاوبريشن تاعي فوقتيها احنا از ان ايجنسي يعني بهمنا نكون از افشنت اس بوسيبل لانه بالاخر احنا بنبيع وقت فات سم كيسز بكون في عندنا اكثر من يعني كوميونيتي مانجر ماسك اكثر من اكاونت بس كيسز ثانيه زي ما حكى محمد عندهم بكون عندنا اكثر من كوميونيتي مانجر ل 1 اكاونت عرفت كيف يعني ون اوف اور كوميونيتي زين عراق عليها 1,200,000 فان بدي اعلق هاي يعني شخص واحد ما بيقدر يلحق عليها عرفت كيف اي ثينك هي انسرد بارت اوف ذا كويستشن باي ذا واي اي حدا بيحتاج يطلع عشان يتغدى بعدين يرجع بيقدر يطلع اللي بيحبوا يكملوا معنا الاسئله بيقدروا يكملوا اللي محتاج يطلع يروح على اي شيء بيقدر فبراحتكم يعني اوكي ثانك يو فراس هذا جواب تكنيكال انسر في تعليق من محمد سريع بس جمله واحده بعدين في عندنا سؤال تويتر ونختم لا سؤال تويتر بس انا كنت حاب اضيف انه هلا حتى بيكون عم بجاوب سؤالك على فكره بالضبط كوميونيتي مانجر واحد ماسك ليتس سي صفحه LG الاردن
بس بيكون هو عنده أكثر من تخصص، يعني هو بده يكون بفهم بالتلفزيونات، بالثلاجات، بالموبايل، بالغسالات. فإحنا كبراند بنكون متأكدين إنه معطينه ترينينج كافي على أساس يقدر تو يعني أنسر أي كويستشن بيجي، وبالآخر إذا ما بيجي إشي برجع لنا. بس لازم هذا الشخص بأوقات اللي ما بقدر يوصلنا فيها يقدر يجاوب عن كل هدول السكتورز. يعني أكاونت واحد بس، أكاونت واحد كبير في جواته تخصصات، فمش المشكلة مش مشكلة أكاونتين للمانجر. مرات أكاونت واحد فيه أربع أكاونتات جواته بس بتحسش فيهم. زامل أعطينا سؤال تويتر، إجانا سؤال من تويتر، فإحنا لازم نأخذ الأسئلة تاعت السوشيال ميديا عشان هذا السوشيال ميديا كونفرنس، عيب يعني. تفضل أخ زامل. في سؤال وصل بالإنجليزي بس بحاول إن شاء الله أترجمه. ترجمه يا أخوي، أنت مترجم جيد. من عبد الله أبو هزيم بيسأل، وجود عدد كبير من شركات السوشيال ميديا في الأردن، هل هذا يساعد الإندستري أو السوشيال ميديا أو التعافل؟ ولا يضر؟ ولا يضر. Interesting. هل كثر الشركات السوشيال ميديا شغله منيحه ولا عاطله؟ هاي مش حخليك تجاوبها في راس. مخلي محمد يجاوب جواب سريع بعدين خالد. انا عارف في راس وجهه نظرك، بتحب المنافسه وبتحب، انا فاهم القصه. يلا ادخل على الموضوع. يامن بعدين يامن، اذا كثروا في منهم بيحبوا يتطوعوا ويتبرعوا للان جي اوز، ما عندك مشكله. اي حد بده بروبون يجي يعمل، اللي بده يشتغل مجانا تكيت ام علي، هي يامن موجود. هذه دعايه لك انك تحط على الاكونت تبعتك تكيت ام علي، وانا ماي اكونتس ولا لا. تفضل استاذ محمد. هلا اللي بدي احكي، وجود شركات كثيره بتساعد بالسوشيال ميديا، هذا يمكن بيساعد البراندز زي ال جي. وشو بدي احكي مصاري يعني. هلا لما يكون في شركه واحده ماسكه او شركتين محتكرين السوق، هذا الحكي بيرفع اسعارهم. حتى لما بتيجي البراندز تيجي تتعامل معهم بتلاقي انه مرات الاسعار بتكون شوي unreasonable. ليش؟ لانه هم الوحيدين بالسوق، هم الوحيدين البروفيشنال. مش قصدي يعني اونلاين بروجكت، مش عم انا ما عم بحكي عن حدا، لا سوري، اكيد كل احترامي للاونلاين بروجكت. بس اكيد لما يكون في شركات كثير موجوده بالموضوع، هذا حكي كمان بيساعد للبراندز يقدر ياخذ competitive prices اللي تقدر تساعد الريكويرمنتس تبعته، بنفس الوقت ياخذ السيرفيس اللي هو بده اياه. حلو. طبعا فيعني ما احتكار السوق شغله سيئه، وعدد الشركات الكبير شغله منيحه، واللي منيح بيكمل واللي مش منيح بده يسكر. يعني ما كيف بده يفتح واحد شركه ويدفع رواتب اذا ما عندوش بزنس؟ فيعني اتس ان اوبن ايكونومي. انا بامن بالكابيتاليزم على فكره. عبد الله ام سوري، بس احنا وي دونت هاف انف سوشيال ميديا كومبانيز. وي دونت نو ما عندنا. نوت يو دونت ثينك سو؟ لا لا لا، ما عندنا، مش كافي بالمره. واي واي واي؟ لانه السبلاي الديماند عالي كثير من السبلاي. الديماند اعلى من السبلاي. هاي فرصه كل واحد يفتح شركه، كل واحد فيكم بيشتغل هيك لحاله، يجمع حاله مع خمسه من اصحابه يعملوا شركه، لانه الشركات بتنفعش وحدات. مروان جمعه كان هون اليوم الصبح، كان يؤمن دائما يحكي في قطاع الاي تي انه ما بيصير نضلنا كل واحد يفتح شركه سوفت وير لحاله، لازم نعمل كونسوليديشن مش فراجمنتيشن. فكونسوليديت، هاي احنا جايبينكم كلكم، اطلعوا اشربوا قهوه مع بعض وصيروا مع بعض شركه، بعدين اذا طوشتوا ما خسروا. هلا كمان شغله بس اللي هي بدي اضيفها، غير انه بنحب الكومبيتيشن كل هاي الاشياء، هم حكوا يعني محمد حكى عن الكوست والاسعار، وخالد حكى عن قد ايه الكميه. هلا انا يعني كمان دليل انه ليش ما في سبلاي كفايه على الديماند، ليش يعني احنا ما في ايفنت طلعنا عليه ذا اونلاين بروجكت غير نحكي انه وير اولويز هايرينج. عندنا الافرج موظف حتى نقدر نلاقيه بياخذنا تقريبا من 3 اشهر اون افرج انه نلاقي الموظف. فهاي لإلنا اتس فيري كوستلي. لما يكون في شركات كثير بتدربهم، انا البول خريجين شركات، البول بصير عندنا اكبر نلاقي منها التالنتس. فهي واحده من الاشياء. اتس ا جود ثينج، اتس ا جود ثينج تو هاف مور كومبانيز، بس يو ثينك ذير ار نوت انف اوف ذم، يو ثينك يور اجريينغ وذ خالد صح. عبد الله محمد رايه طبعا، عم نحكي على الكواليتي، بنحكي على الكواليتي ايجنسيز اذا كانوا كثار احسن. انا ما بشوفها غلط اكيد، بس في شغله بدي احكيها يعني لكل الكوميونتي مانجرز، هي كلمة نهائية عشان نشطب الوضع. يعني في اكشلي ما بعرف اذا في وقت شغلتين بدي احكيهم، اللي هو موضوع كل الماركترز احنا بنحب الحكي، كلنا تبعين ماركتينج. الله يكرمك. هلا انا اسف، انت البانل حطيتها في الوقت الغلط، بس حطها اخر النهار ونكمل السهره. تفضل. هلا صراحه انا كثير مره يعني معي كوميونتي مانجرز اللي سواء كانوا بيشتغلوا يعني عشاتهم بال جي او قبل ال جي، بشوف حاله حس صار في عنده كونفيدنس زياده عن اللزوم بالموضوع، فبقول انا خلص بدي اطلع من الايجنسي اللي اشتغل فيها وبدي افتح شركه لحالي، وبالاخر ما بقدر يكمل لانه راس المال زي ما حكى يعني بالضبط. الريسورسز هاي شغله كثير مهمه، انه انت يكون في عندك الكابابيلتيز، مش بس انت النو هاو، بس كمان الفاينانشز اللي انت تقدر تو سيت اب ا كومباني تو اكشلي ميك ات جو. انك يو تو تشارج في، حكى ظافر عن وي تشارج باي ذا اور، عندنا موظف راتبه مثلا 500 دينار بده يعطي
نص وقته، لازم الزبون يدفع هدول 250 دينار. يعني احنا بنحكي عملها بحيثيات صغيره، بس when you run a business, some of you run small businesses. انا ران بزنس فور ذا لاست، يعني ليش احكي كمان سنه عشان بينش عمري، فانا ران بزنس فور ا فيري لونج تايم. اند يعني بدك تحسب كل شيء، وفي السوشيال ميديا السيم، كله في النهايه بزنس بدك تديره يعني. طيب بس بدي احكي شغله، يلا كثير صغيره، بس طب يلا شغله كثير صغيره. عدل على الموضوع. يعني كالجي صراحه احنا ما بدنا نقول انه نجاحنا بالسوشيال ميديا كان بس بيعتمد على الايجنسي او بيعتمد على الموظفين اللي بيشتغلوا بالجي، بس كمان كان كثير في كثير دور فعال للسوشيال ميديا انفلونسرز، زي يعني مستر زامل، زي خالد هديل، في حسن حامد، واسماء كثير يعني انا هلا مش خطر على بالي، كثير ساعدوا السوشيال ميديا بريزنس تبعنا، لانهم كانوا بالنسبه لنا هم يعني ادفوكيتس، هم سفراء بالضبط للبراند كمان. تمام. اللي ساعدوها تجرو، وشكرا يعني لكم. انترستينج. لا لا خلص عيدت، بس هي الشباب موجودين يعني تتسال. نهايه بدنا نشكر جميع اللي جالسين على البانل، السيد خالد الاحمد تعرفوه جميعا، السيد فراس التتي اليوم اعطانا كثير اجابات و جود انبوت من وقته، محمد عبد الله يعني فخور بي يعني حجم الايمان اللي بيؤمنه في الديجيتال، هو يعني برودكت، هو يعني مسؤول عن ماركتنج لبراند كبير يعني. الاخ يامن كمان احنا فخورين انه كان معنا اليوم وحكى يعني عن اهميه الان جي اوز، وبنتمنى انه يصير في يعني مور سوشيال ميديا بجت ان شاء الله، في انه ان شاء الله المانحين يعطوكم. وانا زيد ناصر، بليز فولو اس اول اون تويتر، اند اف يو هاف اني كويستشنز يو كان تسالونا هاي الاسئله على تويتر، على لينكد ان، يعني احنا اوبن، بنحب نستقبل الكونكشنز يعني. نشكركم جميعا، بدي اياكم مع بعض زقفوا لهي البانل، وشكرا لحضوركم. وهلا استراحه غداء. واتس نيكست خالد، اعطيهم البرنامج. هلا في عندنا بريك ساعه، بعدين حنرجع ونشوف ياسر يسوي لنا اعلان على الفيسبوك، هاندز اون، مش برزنتيشن، هاندز اون بالضبط، هاو تو دو ات اند هاو تو ستارت ات. فالسيشن تبع ياسر ممتاز جدا، دون مس ات. ساعه تنتين ونص، كم الساعه هلا؟ واحده ونص، تنتين ونص.